حاجة يعني انت لا والله ده انا بفرح جدا والله والله بجد، الحاجة يعني بتبقى حلوة. بفرح جدا جدا يعني. طيب ده احنا قلنا ايه، this baby was born sick. تفرق بقى sick or well وكده، تفرق جدا طبعا. sick and required active resuscitation. والسؤال mention six finding in this x-ray. نقعدهم بقى مع بعض. اول حاجة ايه، ستة، عايزين ستة فايدر. احنا ستة، انتوا ستة، كل واحد له حاجة. ما توصفيها بقى، ما ماشي ده فراجماتيك هنا، ما توصفيها في الاكس راي يعني، نشوف فيه ايه. الانتستاينال لوبز فين؟ نكمل. يعني قول الكوبيولا نفسها. هو ده يلو صح الأول. صح. صح. ما بروتروجن للستاينال كونتنت. هو الدياجنوز الصح، بس انا بقى هنقولها دلوقتي ولازم هتفضلوا معانا بقى ان شاء الله لما نقولها، لان لازم افرق بينها وبين حاجه مهمه جدا جدا جدا. فعشان كده ما نقولها نبقى انا نشوف الاكس ري ديت وهنشوف بقى الفرق بينها وبينها وبين ايه. هنقول برضه ميبي ميبي، وفي حاجه ثانيه كمان ميبي صح، نيوماتوسيل، وممكن برضه حاجه ثانيه كمان اكتر يعني ديفرنشال دايجنوز معاه. المهم الاول نجاوب على السؤال ده وبعد كده ندخل بقى في الشرح. ها السته بقى عندهم يا دكتور. ممكن اقول ان هو انتيوبيتد. ايوه صح. الانتيوبيتد تيوب فين؟ ماشي. انت استنى الكونتنت وانت الشيست فيلد. ماشي. اثنين هي ثلاثه. ممكن اقول نمونيا في الرايت سايد. الايه؟ نمونيا في الرايت سايد لما الشاش لونج خالص في الناحيه الرايت. هي دي بقى بنسميها هايبوبليسيا. لانج هايبوبليزيا في الرايت سايد، ما هي ضغطه هنا وضغطه هنا، فهي لانج هايبوبليزيا لان شايفاها لانج هايبوبليزيا بيضة في الرايت سايد. صح. وجاسس ابدومين. برافو. طبعا دي ده فرجماتيك هيريا. الباول لوب زي ما شفناه في الليفت هيموثوراكس وجاسلس ابدومن، ادي اتنين هو سكافويد ابدومن. خلاص ميديستانا شيفت، الدكتور محمد برضو قال ميديستانا شيفت تو ذا رايت. ثلاثة هايبوبلاستيك هارت، هايبوبلاستيك لانج دي أربعة. اي تي تي انسايتو وكويلد نيسوجاستريك تيوب. يبقى دول ايه ده احنا جاوبنا على السؤال. طب نعرف بقى نيجي بقى نتكلم بقى الكونجنتا ديافراجماتيك هيرنيا. موست كومونلي ان ذا ليفت سايد، هي فعلا هي جايه هنا في الليفت سايد لما شفتها في الرايت ميبي، لكن هي موست كومون في الليفت سايد، بس ما تمنعش انها تيجي في الرايت. كان معانا حاجه من شهر كده وكانت على الجروب في الرايت، بس رجعوا قالوا ده الاشعه معكوسه. انت تشوف وضع الاشعه لو هي على الرايت ممكن هي، بس هي ان كومون بس موجوده ما استبعدهاش لكن هي كومونلي على الليفت، لكن ميبي على الرايت. بس ايه كومون على الليفت سايد. طبعا الانسيدنس احفظوها دي ليفت، لا دي على الليفت. بس الجاز موجود على الليفت. على الليفت وعامله لي بوش للبنسان زي ما انت قلت في على الرايت. اوفن اسوشيتد ويز اذر مالفورميشن. طبعا انا وانس شفت في مالفورميشن او انوماليز لازم ادور على اجنبيه انوماليز. فريكوانتلي ديجنوزد برينيتال، ومهم قوي قوي في الحاله ديت ان انا لو صف هي ديجنوست برينيتال لو كان عندي دكتور نسى قال لي لسه صبت ديفنتيك هيرنيا وانا بعمل ريسسيتيشن اعمل اعمل ايه؟ تيوب على طول. افويد باد ماسك بي بوست بريشر فنتيليشن على طول، انتيوبيشن على طول. يبقى دي مهمه جدا، ما اعملهاش ايه؟ ما اعملهاش امبو ابدا، على طول انتيوبيتد على طول. خلاص؟ ايه؟ بتتشخص برينيتال. كونجنتا فلوريك هيرنيا از ا بيرث ديفكت اوف ذا ديفرام. الموست كومون تايب هو ايه؟ هو المختلك هيرنيا. اذر تايبس اللي هي المرجاجني، يبقى في عندي مختلك وفي عندي المرجاجني. الكومون تايب اللي هو البخدلك ده اللي هو على الليفت سايد. اذر تايب المرجاجني ده فراجماتيك ايفنتريشن
في حاجه بقى اسمها ديفراجماتيك ايفنت ريشن وهنتكلم عنها، تقعدوا اللي تقعدوا بقى لحد ما نخلص الموضوع ده خلاص. And the central tendon defect of the diaphragm. Malformation of the diaphragm allows the abdominal organs to push into chest cavity. في malformation في الديافرام فطلع الابدومينال اورجان للشيست كافيتي hindering proper lung formation. يعني عشان كده اللانج يبقى فيها هايبوبليزيا، ما فيش proper lung formation. Congenital diaphragmatic hernia is a life-threatening pathology in infant and a major cause of death. نتيجة الايه؟ A cause of death of this of congenital diaphragmatic hernia. A cause of death هنا pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension. Pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension. لو جينا بقى الكلاسيفيكيشن بتاعها زي ما قلنا، في عندي المختلق هرنيا ده اللي احنا بنسميها posterolateral diaphragmatic hernia. Posterolateral diaphragmatic hernia is the most common، عشان داخلين الفيرست ده او الميسكيو ده الموست كومون مانيفيستيشن اوف الكونجنتال diaphragmatic hernia account حوالي 95% من الحالات. الماجوريتي اوف ذيس هرنيا اللي هي حوالي يعني نسبه كبيره منها occur in the left side of the diaphragm. A large proportion of remaining cases الباقي بقت 95% occur in the light in the right side. To date it carries high mortality. المرجبني the rare anterior defect of the frame is variable referred to as مرجبني retrosternal. ايه posterolateral دي retrosternal او parasternal hernia. شايفين السايد بتاعها؟ according accounting حوالي 2% في الكل الديفراجماتيك hernia. It is characteristic by herniation through the form of Morgagni, which is located immediately adjacent and posteriorly is the void process of the sternum. About diaphragmatic eventration, the diagnosis of congenital diaphragmatic eventration is used when there is abnormal displacement. يعني فيها تلاقي elevation abnormal displacement في displacement elevation of a part. Logos or all of an otherwise intact diaphragm into the cystic cavity. هو intact لكن ايه في elevation جزء منه او كله. This rare type of congenital diaphragmatic hernia occur because in the region ايه اللي حصل له بقى، لان في الريجن اللي حصل في الايفنتريشن اوف diaphragm بيبقى thinner بيبقى حته رفيعه allowing the abdominal viscera to protrude upward. هو مفيش فيه ديفكت بس يبقى رفيع بيبقى elevated والابدومينال فيسرا بتطلع لفوق برضه بس مش هرنيتي هتطلع بتطلع حته ضعيفه بس بتحصلها بتروجن لفوق والابدومينال فيسرا بتطلع بس مش يعني بتبقى ده الديفرماتيك ايفنتريشن. الافكت اوف بلمونري ديفلوبمنت لو جالناها تقول لك ايه بيكوز هرنيشن اوكير ديورنج ذا كريتيكال بيريور اوف لانج ديفلوبمنت. الهرنيشن ده بيحصل جوه في اثناء تكوين الكريتيكال الفتره الحرجه لتكوين اللانج. كلينيكال مانيفيستيشن اوف كونجنتال ديفرماتيك هرنيا ريزلت فروم ا باثولوجيكال افكت اوف ذا هرنييتد فيسرا اون ذا لانج. هي دخلت على اللانج الفيسرا دي with rising severity of lung compression. عملتها compression. There are corresponding decrease in bronchial and pulmonary arterial branching. ما خلتش اللنج تعرف تنمو بالبرانشات بتاعها بالفاسكوليتشر بتاعها كويس. ده بيعمل لي ايه؟ resulting in pulmonary hypoplasia. Pulmonary hypoplasia is most severe on the ipsilateral side. بتبقى اكتر على ايه؟ على النفس ipsilateral side. However, pulmonary hypoplasia may develop on the contralateral side if the mediastinal shift and the compressed lung. برضه بتعمل لي ايه لو ايه؟ كلهم صوروا فبيقولوا لي احنا هناخد الحاجة. ان شاء الله. خلاص بلمون هايبوبليزيا از موست سيفير. هنقول بصراحه ممكن برضه تبقى على الكونترلاترال سايد. ارتيريال برانشنج از ريديوسد ريزلتنج ان ماسكولار. اما الارتيريال برانش قلت عملت لنا ايه؟ ماسكولار هايبربليزيا اوف ذا بلمونري ارتري تري which contribute to the increased risk of persistent pulmonary hypertension. وده بيفسر لي ليه معاها بلمونري هايبرتنشن.
Perinatal presentation also routine perinatal ultrasound screen may identify this hernia at the mean gestational age حوالي 24 أسبوع. There is a wide range of reported sensitivity in its detection. Associated other anomalies معها ممكن يكون معها cardiac abnormalities are seen في حوالي 50% من الحالات دي. And there the reasons improve the sensitivity for detecting congenital diaphragmatic kernel. لو لقيت معها other anomalies بتأكد لا. البوستنيتال فايتنج بوستنيتال انفانت اوف ذيس هيرنيا موست اوفن بريزنت تو ايه ريسبيراتوري ديستريس ان ذا فيرست فيو اورز يعني ممكن فيو اورز اور دايز يجيني من اول ساعات من فيرست فيو اورز اور دايز اوف لايف ذا سبيكترم كان فاري فروم مور كومون بريزنتيشن اوف اكيوت ريسبيراتوري ديستريس ات بيرث تو مينيمال اور نو سيمبتومز يعني شوف بتختلف على حسب بقى حسب حاجات كتيره حجم الهيرنيا وحسب السيمبتومز وحسب من severe respiratory stress إلى minimal أو no symptoms which is observed in a much smaller group of patients who present later in life. ممكن حتى ما تكتشفهاش لأنها مش symptomatized قوي ما تكتشفهاش إلا بعدين. إيه البروبريتيف؟ هنعمل لها إيه؟ التريتمنت طبعا هو surgical فدخل نيزوجستريك تيوب تلينجي تو كيب باول ديكومبريشن بالحاجات اللي بعملها لها وانتوا بتعملوها يعني حاجات تعدي عليها بسرعه تريت اجريسيفلي فور بولمونري هايبوبليزيا اند بيرسيستنت بولمونري هايبرتنشن حتى ممكن نوصل للاكمو بس مش عندنا الاكمو طبعا والسيرفكتنت ثيرابي از كونترافيرسال. البوست اوبرتيف بعد ما بعملها السرفايفر كونتينيو تو بي اراوند 40-50% ممكن يحصل لهم بعد كده فيدنج ديفيكالتيز. طيب الحالة دي 2 days baby with respiratory distress 2 weeks انا قلت ايه 2 weeks 2 weeks ده اسبوعين جاي لي بي respiratory distress هاني صوتك معلش في ايه؟ لان هايكو بليس ماشي ما لان هايكو بليس ما جاي ما تيجي لايه ما صح يا فاهم يا صح بس دي نفس البيشنت ده نفس البيشنت معكوسه لا ما كانش معكوسه. ومن ايه الوقت اللي حصل؟ هي دي نفس دي حاله ثانيه. دي حاله ثانيه لنفس دي حاله يعني دي بيشنت ثاني لنفس الحاله. تعمل لها ايه من تحت ولا عامل نفس التمرين بسرعه انا عايزاكم بس تبصوا لي قوي لان للاسف مش بعرف ارجع. مش نافع ارجع مع ال ايوه والكوبي اللي بتاعت الزفرام اصلا مش اخد الكوبي لك مش بتاعت لا هو صوره انا مش نافع ان انا ارجع مش نافع طب خلاص مش معنى يبقى ده كونجنتال سيستيك ادنوتويد مال فورميشن اوف ذا لانج ده الاسم القديم دلوقتي بلاقي اسم جديد ايا كان الاسم المسمى اللي هنقول عليها اللي هو ايه سيبام اللي هو كونجنتال بلمونري اير واي مال فورميشن ده الاسم الجديد كونجنتال بلمونري اير واي مال فورميشن ده الاسم الجديد بس هي خلينا احنا متعودين على ايه كونجنتال سيستيك ادنوتويد مال فورميشن ده الاسم القديم هي اللي هي دي ده السي تي بتاعها شايفينها ازاي شايفين هي السيست ازاي سيست واضحه قوي السي تي واضحه قوي والاكس راي انا جبتها الاثنين اللي هم اللي كانت اسبوعين واللي بعدها كانت واحده هنا وواحده هنا واحده على الرايت وواحده على الليفت كانت السيستز دي باينه السيستز
يبقى سيستيك ادينوماتويد مالفورميشن اوف ذا لان. انا جبتها ليه بالاكس راي وبعد كده جبتها بالسي تي. اللي بتتشخص اللي طبعا بشخصها بالسي تي دي اجزاء شخصها بالاكس راي. طب ما هي ميزاتها تبقى زي الدفراجماتيك هيرنيا. قال لك الدفراجماتيك هيرنيا علشان نشخص كويس بالاكس راي عشان لازم اعمل ايه؟ شيست اند ابدومن، لازم اكون جايبه الابدومن معاها. ليه بقى؟ لان في حاله الكونجنتال سيستيك ادينوماتويد مالفورميشن، هو خلينا في الاسم المعروف يعني، ده دي حاجه في اللانج ملهاش علاقه الديافراجم كويس، ومفيش حاجه في اللانج فيسرا في الـ في الـ في الابدومينال فيسرا. هنلاقي الاير ديستريبيوشن لو شفتوا الاكس راي، عشان كده لازم اعمل شيست اكس راي. شيست لو انا هتكلم على البلين اكس راي، بالبلين اكس راي يبقى لازم اعمل ايه؟ شيست اند ابدومين، مش شيست بس. افرق بينهم ازاي بقى؟ بالشيست بالبلين اكس راي اعملها شيست اند ابدومين، ان بلاقي ان الجاز ديستريبيوشن في حاله، مش هنحفظ بقى هي جاز ديستريبيوشن، فعد الدفرمنت كان هتبقى ايه؟ ديستربت وجاز لس، او ديستربت حتى لو موجود هيبقى ديستربت وجاز لس. لكن لان هي هنا ده في ديفكت وطالع والدنيا عايز، لكن الكونجنتال السيستيك ادينوماتويد مالفورميشن مفيش عندي حاجه في الابدومين بتطلع، فعشان كده جسد الشم هيبقى ايه؟ نورمال. ده عشان افرق، دي بس النقطه اللي بقولها ازاي افرق بينها بالشيست اكس راي بين الكونجنتال ديفرماتيك كيرنيا والكونجنتال سيستيك ادينوماتويد مالفورميشن اوف ذا لانج. ده الاسم القديم بس دايما في لساني، لكن الاسم الجديد بتاعه ايه؟ كونجنتال بولموناري هيروي مالفورميشن، ده الاسم الجديد بتاعها. وده السيت بتاعها واضحه جدا، دي سيست زي وعامله لي شيفت برضه للميديستاينا. يبقى ده كونجنتال بولمونري، ده الاسم الجديد بتاعها اهو، كونجنتال بولمونري ايرواي مالفورميشن. يبقى ده فورمولي زي ما قلنا كان هو سي كونجنتال سي اند مالفورميشن از ا كونجنتال ديس اوردر اوف ذا لانج سيميلر للبروكو بولمونري سيكويستريشن. ان في الكونجنتال سيستيك اللي هو كونجنتال بولمونري ايرواي مالفورميشن يوجوالي انتير لوب اوف ذا لانج، اللي بيحصل فيها ايه؟ interior lobe of the lung is replaced by، لو شفنا السي تي لو بتبقى واضحه اكتر في السي تي، لوب في اللنج كامل replaced بايه؟ ب non working cystic pieces of abnormal lung tissue. هي abnormal lung tissue مش شغاله، non function non working. This abnormal tissue will never function as normal lung tissue. The underlying cause of this is unknown. السبب بتاعها مش معروف. In most cases the outcome of the fetus with this defect is very good. In rare cases the cystic mass grows، في حاجات بسيطة السيستيك ما بتكبر as large as to limit the growth of the surrounding lung and cause pressure against the heart، بتعمل لي pressure against the heart. In this في الحالة دي الكونجنتال بلمونري ايرواي مالفورميشن كان بي لايف ثريتنينج فور ذا فيتس. لو كبرت وعملت انتقلت على عمليه كومبريشن بتبقى ايه؟ لايف ثريتنينج فور ذا فيتس. اند كان بي سيبريتد ان ذيس تايب كان بي سيبريتد انتو فايف تايبس. يبقى الانومنس ده ممكن نقسمه الى خمس انواع تبع لايه؟ بيزد على الكلينيكال اند باثولوجيكال فيتشر. في عندي تايب 1 ده الموست كومن، بيبقى فيه ايه؟ large cyst and good prognosis. يبقى type 1 large cyst and good prognosis. type 2 medium sized cyst often has a poor prognosis owing to its frequent associated with other significant anomalies. يبقى البور بروجنوزيس من عدمه ده راجع لان هي associated مع other anomalies. other types بيبقى rare. طب الدياجنوزيس of congenital pulmonary airway malformation are often identified during routine prenatal ultrasound. Identifying characteristics on the sonograph include بلاقي في echogenic bright mass appearing in the chest of the fetus. Displacement of the heart from the normal position and the flat or elevated pushed downward diaphragm or the absence of visible lung tissue. التريتمنت ان موست كيسز ويز ذيس كيس الحاله دي كلوزلي بنعمل مونيتورنج ديورنج بريجنانسي اند كونجنتال بلمونري ايرواي مالفورميشن از ريموفد فيا، طبعا مش عندنا ده، فيا سيرجيكال افتر
after birth بقى after birth. Most babies with these anomalies are born without complication and are monitored during the first few months. Many patients have surgery typically before their first birthday. بيعملوا العملية قبل السنة الأولانية because of the risk of recurrent lung infection. لأن بيجيلهم recurrent lung infection associated with this anomalies. Very large cystic mass might pose and a dangerous during the birth. لو هي very large ممكن هتعمل لي مشكلة during the birth because of the airway compression. هتضغط لي على الايرواي. In this situation a special surgical type of delivery بنسميها exit procedure may be used. لو هي كبيرة وعامله لي ضغطة لي عامل obstruction مأثره على الايرواي وعامله obstruction في الحالة دي طبعا ما اظنش ان ده عندنا ما اعرفش البروسيدور ده بتاعي مش عندنا يعني. في سبيشال نوع كده من البروسيدور اسمه اكسيت بروسيدور ده بنستخدمه. In rare extreme cases where fetus's heart is in danger هنا في حالة في الحالة دي قلب الطفل نفسه في خطر fetal surgery لازم يتعمل جوه لسه جوه can be performed to remove this anomalies. If non-immune hydrops fetal develop لو حصل فيها نون اميون فيتال هيدروبس ودي من الديفينيشن ديجنوزز اوف نون اميون فيتال هيدروبس فيتاليس وده السؤال بيجي ايه الديفينيشن ديجنوز اوف فيتال طبعا اوف هيدروبس فيتاليس غير الار اتش في اميون ونون اميون طبعا الاميون ار اتش والاي بي او لكن النون اميون في حاجات كتيره جدا منها ايه منها طبعا مش وقت الكلام عنها منها دي لو ده حصل نان اميون هيدروبس زير از ان يونيفرسال مورتاليتي اوف ذا فيتاس ويزاوت انترفنشن لو ما دخلناش عشان كده فيتال سيرجري كان امبروف ذا شانس اوف سرفايفل لحتى 60% ريسنتلي سيفرال ستادي فاوند ذات ا سنجل كورس اوف برينيتال استرويدز اللي هي الميتامزازون بي انكريز ذا سرفايفل ان هيدروبيك بيشن فيتاس with microcystic congenital pulmonary malformation لحوالي 75% ل 100% these studies indicate that large microcystic lesion may be treated perinatal without surgery perinatal ممكن احنا نعالجها لو برضه بنستخدم الاسترويد احنا نعمل اللي علينا هنا على مستوى ممكن الاسترويد لو حاجه ادفانسد ونبعتها بقى في مكان ينفع يعملوا فيتال سيرجري نبعتها لكن هنا نعمل ايه؟ هندي سترويد عشان الفيتاس بس لارج ماكروسيستيك ليجن ماي ريكواير ان يترو بليزمنت اوف هاريزون سراكو امنيوتيك شنت يعني دي برضو حاجه مش بتتعمل عندنا طيب الحاله دي تبعهم مش هقول لك بقى تبعهم ما تسالينيش لحد ما اخلص ده 3 سنين اولد بوي 3 سنين بريزنتد تو اس ويز كف اند فيفر سينس بقاله 15 يوم بيكح وسخونيه يبقى ده ايه طفل علشان يا ريت تصوروها لان انا لو ده هيستري بقى ممكن يتنسى ومش هعرف اقلب لما مش هعرف اقلب فيا ريت حد يصورها عشان لو نسينا في الهيستري حاجه نقولها نرجع لها يبقى ده طفل عنده 3 سنين جاله بقاله اسبوعين عنده كف وفيفر بريسلسنس عنده كف وفيفر بقاله 5 اسبوعين بريسلسنس سنس 5 دايز بقال يعني مش قادر البريسلسنس من 5 ايام زير از اولسو هيستوري اوف ريكورنت ريسبيراتوري انفيكشن سنس 5 مانثس اوف ايج ولاد عنده 3 سنين وهو عمره 5 شهور وهو عنده ريكورنت ريسبيراتوري انفيكشن اون اكزيمينيشن هي ووز سيك سك فبرايل بيل الويت 10 كيلو هو 3 سنين وفوق وزنه كام؟ 14 هز ريسبيراتوري ريت كان 54 بير مينيت البراد بريشر كان 94 62 شيست اكزامينيشن ريفيلد ديكريز موفمنت اوف ذا ليفت انفرا ميموري انفرا اكزيلاري اند انفرا سكابولار اريا تاكتايل فوكال فريميتاس ووز ديكريزد and note was impaired on the left infrascapular area كان فيه impaired note breath sound were decreased in the left intra-axillary and infrascapular area extensive crepitation were heard throughout the lung fields
في استيجيشن الريد هيموجلوبين 12 ملي، وايت بلاد سيل كاونت كانت 27 90% نيتروفيل، الاي اس ار كان 80 ات ذا اند اوف 1 اور، رينال فانكشن تيست وور نورمال، الهايفي اليزا اند مونوتوكسي تيست. عارفين بتوع الهايفي وال طب الهايفي بتاع الايدز والمونوتوكسي تيست بتاع ايه؟ بتاع تي بي. دي حاله تيست فعملوا له كل الانفستيجيشن. مونوتوكسي تيست وور نيجاتيف، الكولد اجلوتينين وير نوت ديتكتد، جاستريك اسبيريت ديدنت شو اسيد فاست بس اللاي اللي هو بتاع ايه تي بي اون سمير، اند بلاد كالشر ويز ترايل، شيست اكس راي شو باي لاترال برونكونيومونيا، كان فيها باي لاترال برونكونيومونيا اند ميديستاينال شيفت تو ذا رايت، تشايلد ووز تريتد ويز اوكسجين انجكشن سيفتريوكسون لمده 14 يوم، ريبيتد اكس راي شو كليرانس اوف لانج فيلز، عملتها بعد كده فكان فيها كليرانس في اللانج فيلز. دي بقى ايه اللي هي افنتريشن اوف ذا ليفت دايفرام، افنتريشن ما هو دي اجابه السؤال. بس انا بستني، انا ايدي مش عارفه يعني، قلت لكم فكروا عشان نقعد نفكر، بس هي دي اجابه السؤال. شايفينها بقى يعني ده ايه؟ ده افنتريشن للليفت دايفرام. ده بري بلايكيشن وبوست بلايكيشن. طبعا هي واضحه بوست بلايكيشن بقى ازاي؟ هنا بيقول لك الشايلد كان ايه؟ بوستد فور سيرجري افتر 15 يوم اندر جيل انستيزيا الليفت سيراكوتومي وزدون. المهم يعني في اليوم في السكس انتركوستال سبيسز اند بلايكيشن، عمل بلايكيشن ليفت دوم اوف ذا دايفرام وزدون، ريبيتد اكس راي افتر بلايكيشن شو ليفت دايفرام ان بروبر بوزيشن. Child was discharged and attending regular follow-up without any chest infection. يعني هنا الغرض من ده اللي هو ده ايه؟ الفنتريشن في الدافرام هنتكلم عنها. ده congenital or acquired. The congenital ventilation result from inadequate development of the muscle or absence of the phrenic nerve. يبقى اما هدف النرم او هدف المصل، absent في النرم او inadequate development of the muscle. The most common cause of acquired the congenital. طب ايه most common cause of acquired ventilation is injury. حاجة بقى injury to the phrenic nerve resulting from either a traumatic birth or thoracic surgery for congenital heart disease. هما بيعملوا الكونجنتال هارت العمليات للهارت او ايه من الدونج بيرس. The exact etiology of congenital phrenic ventilation is unknown. Also it may be associated with fetal rubella or cytomegalovirus. عندنا هنا حاله في الحضانه congenital infection. خلي بالنا بقى من البروجريس بتاعها، يعني هي يعني انا بقول بس يعني هي ان شاء الله مش كده يعني، بس لا خلي بالنا لان ده ممكن تيجي بعد ده بقى تبقى acquired، يعني بتيجي اما من injury during birth او thoracic surgery بعد الهارت defect، او بتيجي من ايه مع الروبيلا fetal روبيلا او cytomegalovirus. In some cases it may be difficult or impossible to distinguish from diaphragmatic paralysis. يعني يعني بقول في بعض الحالات بيبقى صعب قوي ان انا افرق بين diaphragmatic ventilation وديفراجماتيك paralysis. هو هنا جاب لي كذا حاجه، ممكن قال لك ايه، واحد ان انفنتريشن الدافرام ريتين اتس كونتينيوتي اند اتشمنت تو ذا كوستال مارجن. في الانفنتريشن بيبقى لسه ملزوق الكونتينوس بتاعته موجوده ولسه ملزوق فين في الكوستال مارجن. الدافرام از يونيفورم ان انفنتريشن يونيفورم but with sac in the phragmatic hernia. There is no pulmonary hypoplasia in eventration. لأنه أصلاً ما طلعش، ما فيش فيها فتحة تطلع لي زي the phragmatic hernia ما بتطلع. ما فيش فيها فتحة في الإيفنتريشن. The
there is no pulmonary venous infiltration compared to the phrenotic hernia. Therefore, undetected at birth and is picked up as a coincidental finding. عشان كده ممكن ممكن هي ما اشوفها يعني not detectable at birth لكن اشوفها بعد كده. Clinical manifestation range from asymptomatic to life-threatening respiratory distress requiring mechanical ventilation support. It usually remains asymptomatic in early life and present later with respiratory and occasionally gastrointestinal complication. The respiratory complications are more in children compared to adults. A ventilation in the diaphragm in children may require surgical treatment to restore normal pulmonary parenchymal volume. بلايكيشن از ذا تريتمنت اوف تشويس يبقى ده العلاج الفوت تشويس ايه هو البلايكيشن ان ذا بريزنت ان ذا بريزنت كيس دايجنوزس الحاله اللي احنا شفناها دي اوف ليفت فنتيليشن اوف ذا ديفرام ويز ميد بيزد على راديولوجيكال فايند ان تشايلد ويز ريكورنت شيست انفيكشن اند بلايكيشن اوف ذا ديفرام ويز بينيفيشال زي ما قلنا عملوا بعد كده الاكس ري ان هو بسم الله الرحمن الرحيم يبقى ده what is the relation between these two photos ده من هما بيحبوا في الامتحانات يجيبوا يعني زي ما شفنا ال relation بين الهايبرتريكوزز وكان بين الايفيشنت هنا برضو الصورة دي والصورة دي العلاقة بينهم احنا قلنا بعد كده قالك ايه what is the relation طيب mention one more important association ايه الاسوشيشن معها احنا قلنا العلاقة اللي بينهم ان هما دول ايه دي طبعا دي كان فيها رايت كونجنتال جلوكوما اللي هي بوفسولماس ده اللي هو الستيرج ويبر سندروم اللي اسوشيتد مع بيبقى فيه هيمبليجيا اور سيزورز هنتكلم عنه دلوقتي هيمبليجيا او سيزور الستيرج ويبر بنسميه ساعات بيسموه ايه انكيفالو ترايجينال انجيوماتوزيس الاسم ده يعني انا قلته يعني قلت اقوله لكم عشان لو شفتوه ساعات في الامتحان بيحبوا يعني رخامة شوية أو حاجة يجيبوا اسم تاني بس ما أظنش إن هو كومن هو مش كومن إحنا عارفين إن هو ده اللي هو الستيرج ويبر سندروم بس عشان إذا جايب عارفينه إز أرير كونجنتال نيورولوجيكال أند سكين اللي هي طبعا الأول كان بيسموها نيوروكوتينيال سندروم نيورو إت إز ون أوف ذا فاكوماتوزز أند إز often associated with Bortwein stain زي ما شفناه of the face وجلوكوما seizures intellectual disability and ipsilateral leptomeningeal angioma نخلينا بالنا ده ipsilateral leptomeningeal angioma اللي هي cerebral malformation and tumors الستيرج ويبر is usually manifested at birth بايه بيجي لي at birth ب Bortwein stain on the forehead and the upper eyelid of one side of the face or the whole face The birthmark can be very in color and is caused by في النتيجة لإيه إن بيحصل over abundance of capillaries around the ophthalmic branch ده هو المتأثر هنا أنا واحد من الترايجيمينال نيرف الophthalmic branch of trigeminal nerve There is also malformation of blood vessels in the biometer overlying the brain on the same side of the head as the birthmark في نفس المكان اللي فيه في نفس السايد اللي فيه ipsilateral اللي فيه البيرثمارك This cause calcification of the tissues and loss of nerves of nerve cell in cerebral cortex. Neurological signs include seizures that begin in infancy and may worsen with age. يبقى بتبتدي السيزور هنا ولها اسم يعني هنا فيها لها اسم كاركترستيك لها هنقوله دلوقتي عند سنتين وممكن بعد كده بتبقى ريفراكتوري او ورس مع الايدج كونفشن يوجوالي هابن اون ذا سايد اوف ذا بيدو اوبوزيت للبيرث مارك يعني بتبقى فيوكال بيبقى للسايد اللي هي اوبوزيت للبيرث مارك اند فيري ان سيفيريتي there may be also muscle weakness on the side of the body opposite the birth mark ده بقى السي تي والام ار اي في الستيرج ويبر ودي بتنزل في الامتحان يعني انا بجيب الحاله بالاكس راي لو كان باريوم او بلين او سي تي او ام ار اي يعني عشان تبقى ايه تبقى الحاله على بعضها كده ده بقى بنسميه ايه ده الترام تريك ساين اللي هو زي شريط السكه الحديد شايفين هو حتى هو عمل السهم من غير يعني ما ده اسمه ايه ترام تريك ساين اوف ستيرج ويبر سندروم عايزاك تحفظوه الشكل ده قوي
عشان في لو احنا خدنا التيوبروس سكلروزز ولا لسه، انا شرحتها بس مش فاكره شرحتها لك ولا لا. والايميجنج بتاعها كان فيها ايه؟ التيوبروس سكلروزز ايه؟ ايه؟ بيبقى فكالسيفايد، بيبقى حوالين الفينتركلز، بيبقى فيها برضو، بيبقى فيها حوالين اللي بيبقى فيها، بس انا فاكره انا شرحتها بس مش فاكره شرحتها لكم ولا لا. الاكس راي بتاع السي تي بتاعها والام ار اي، الايميجنج بس البرين ايميجنج بتاعها انا فاكره انا قلته بس مش فاكره طبعا المجموعه دي ولا لا. ده ترامس ده بقى يعني بالتفصيل كده برضو، ده اتليا ترام تريك ساين بروديوس بار نتيجه لايه؟ هي بيقول لك نتيجه ده الاي كورتيكال كالسيفيكيشن ذات ريزلت فروم ليبتومينجال فاسكولار مالفورميشن فاوند ان بيشن ويز ستيرجي اوفر سيندروم. مالفورميشن كونسيست اوف سمبل فاسكولار ستراكشر سيتويتد الونج ذا سبيس بتوين ذا بايا ماتر اند ذا اراكونيود ميمبرين. يبقى خلاص شفنا كده كل اشكاله الترام لايك ابييرنس بتاع الايه، والمره اللي فاتت احنا شفنا الهير ابييرنس بتاع البلين اكس ري بتاع ايه، بتاع ايه الكورنيكس كورنيك اميه الثلاسيميا، وشفنا الليتك ليجن المره اللي فاتت اللي كنتوا حاضرين بتاع الايه الهيستوسايتوزيس. ايوه وده الترام تراك ابييرنس. ده بقى الطفل ده 10 سنين طفل جاي كومبلينج اوف ابدومينال بين اند بلادي داريا فور فيو مانثس، بقى له كام شهر بطنه بتوجعه وبلادي داريا. هي از بيهايند هيز ايدج فور هايت اند ويت، يعني في ايه، في جروس في ال في ايه افكت الجروس. يبقى جاي لي بابدومينال بين وبلادي دايريه بقاله في يومانسز وفي افكت الجروس، وبالمنظر ده رجله الليجن اللي احنا شايفينه في رجله في المنظر ده. منشن وان امبورتانت سكريننج تيست اند ذا اذر وان كونفيرماتوري، واحد سكريننج واحد كونفيرماتوري. واضح اول لو كده ممكن اعدي عليكم بريزوليوشن، اعدي عليكم اللاب. واضح كده انتوا شايفين الليجن دكتور محمد بريطاني؟ لا هي الصورة دي بس واضح. ساعات في اللاب مثلا انا كده مش شايفة اعمل كده شوف، يعني بحركه كده وكده حسب ال resolution دي. مش انا بفكر كده هو مكان الهونوكس كونولاي ايه على الشين اوف ذا تيبيا. هو بيجي فعلا بيعتمد البيئة، هو اللي بيستهلك باسكولار اوكلوجن بتاع الكابتور دول. بيجي بقى مش كده، ايوه اقول ايه؟ فول مارك. الله يا دكتور يا بنتي اللي ما خدش الزماله البريطانيه ما خدش. لا بس على فكره زمان المصريه بتاخد من البريطانيه لما خدت هو بتيجي من يعني انا كنت بذاكر من البريطانيه وهي بيجوا منها الاسئله بتاعت المصريه البريطانيه، مفيش فرق بينهم. بس الفرق بقى حاجه واحده، ان هنا بيعترفوا بها وبيرقوا بيها. للاسف مصر مش بتعترف بالبريطانيه، مش بترقب البريطانيه، بتعترف بالمصريه، بس هما الاثنين هما الاثنين واحد. بس هو هناك السؤال اللي فات البوزيشن بتاع بس مش شرط الباك بس يا دكتور محمد، هو في الباك وفي الباتوك وممكن برضه على شين اوف ليتيبيا، بس مش ده المنظر ده. لا هو مش قصايد، هو يعني بس مش ده المنظر البربرا ده، مش منظر. احنا كنا برضو الاسبوع اللي فات المحاضره اللي فاتت كنا فرقنا بقى بين كنراش شبه البربرا شبه الهونوكس كونان بربرا بالظبط، لكن فرقنا بينهم بالجنرال كونديشن. كان ايه؟ كان نفس المكان ونفس السر ايه منجوكوكال سيميا، صح منجوكوكال سيميا منجوكوكال. فاكرينها انتوا معايا ولا انا بحاول برضو عشان ايه يعني فريش ريفريشمنت الحاجات اللي فاتت. يبقى ده طب ده ايه؟ ده هي مش هونوكس كونولاين. لا
هي لا هي مش بربر اصلا، دي مش شكل، دي مش شكلها، ما هي الشكل السايت اه ممكن يكون على الشن بس ده مش الشكل طبعا، في الشن في وفي الباتوك وفي اللور ليمبو، لكن مش ده شكل، مش بربر اصلا. وزي ما دكتور محمد قال انا نسيت اللي انت قلت لي، فهي دكتوره ايمان كويس ان انا ما قلبتش الحاله دي. شوفوا الليجن بتاعها عشان مش بعرف اقلب، بص عليها يا دكتوره ايمان. ده طفل عنده 10 سنين جايب ابدومينال بين وبلادي دايريا فور فيو مانسز، والوقت هو الايدج هو بلو الهايت والرينج اوف هايت والويت فور ايدج. وهو عايز بيقول لك ايه المنشن وان امبورتنت سكريننج تيست اند اذر وان كونفيرماتري، عايز واحد سكريننج وان كونفيرماتري، واحد سكرين واحد كونفيرماتري. يبقى اذا هو عايز التشخيص اولا عشان نشوف اللي هنا هنعمل له ايه. فده في عايزه تقولي حاجه يا دكتور امل؟ خلاص هو ده دكتور محمد قال ان هو دوت فعلا دي اريسيما نودوزم ليه خاصه بايه دوت ايه بيبقى لها اسباب طبعا منها الانفلاماتوري باول ديزيز. اللي هم ايه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هم اللي احنا عارفينهم الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو ايه الارثروف كوليتس والكرونز ديزيز، وهنشوف دلوقتي فيهم بقى كلام حتى لو عدنا النهارده المحاضره بس عنهم عشان فيها، لانهم ممكن بيمس مننا كتير. بيقول لك بلادي دايريا تقول ايه شجلة، اكتب فلاجيل واكتب مش عارفه ايه واكتب 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 صرفت ايه يعني. ما بيحدش يعني بياخدها بعمق شويه ان يشوف الجروس والديفلوبمنت بتاعه ويحطه على الشارت، يشوف اي اذر ليجن زي ده مثلا يعني. فعشان كده ممكن هي بتبقى موجوده على فكره، هي مش رير بس بتبقى موجوده، بس كتير قوي بقى بتمس، عشان كده قليل لما بنشوفها. هي بتبقى موجوده لكن القليل اللي احنا بنشوفها ليه؟ لان هي كتير بتمس مننا. فنادي لما احنا عايزين نعملها كاتش اب. يبقى ده الانفلاماتوري باول ديزيز طبعا هو السكريننج تيست اكيوت فيز رياكتن اي اس ار، وطبعا كونفيرماتوري بعمل اندوسكوبي. اندوسكوبي ودي هي ايه، دي عباره عن ايه الليجن ده هو اي بي سي مانودوزن كاركترستيك باي، يبقى شكلها تندر ريد بامبز يوجوالي فاوند سيمتريكال اون ذات شيلز اون ذات شيل. الكوز اوف اوريثيما نودوزا ما هيش سبيسيفيك لل مش سبيسيفيك للانفلاماتوري باول، لكن فيها اسباب ثانيه اللي هي مثلا الانفكشن زي بكتيريا جروب اي ستريبتوكوكال وكاتستراكشن ديزيز وتيبركلوزيس يورسينيا سالمونيلا شيجيلا كمبولوباكتر ومايكوبلازما فيرال اتش اي في هيربس سيمبلكس هيباتيتس بي وسي ايبشتاين بار فيروس فانجل هيستوبلازموزيس فكل الانفكشن والبروتوزوا توكسوبلازموزيس واميبيزيس وجاياردي اسكارس روماتولوجي زي ما هو لا هو ده الارثروف كوليتس والكرونز ديزيز هم دول الانفلاماتوري باول ديزيز اللي احنا هنتكلم عنهم البيهكتس والساركويدوزيز ادفيرس دراج رياكشن ممكن يحصل لي بتعمل جايه من سايد افكت دراج رياكشن زي سلفونامايد الفينوتوين اورال كونتراسيبتيف وماينوسايكلين وسلسليت او ايديوباسيك. يبقى ده اسباب الايه؟ دي اسباب الاريسيما نودوزا. طيب الكرونز ديزيز بقى الكرونز ديزيز اند ارثروف كوليتس ار نون از انفلاماتوري باول ديزيز. خلينا بقى حته حته حتى المحاضره النهارده خلصت عليهم، بس ايه يعني عشان يعني ان شاء الله امل ان هي ما عادش حاجه تمس مننا من الحاجات دي. ايه بقى الديفرنس بين اللي بينهم؟ هما الاثنين دول تحت كاتيجوري اللي هما انفلاماتوري باول ديزيز. الديفرنس اللي بينهم ايه؟ الارثروف كوليتس از ليميتد تو كولون، كولايتس عشان نفتكرها ليميتد تو الكولون. هو الكرونز ديزيز كان اوكير اني وير بتوين ذا ماوس اند ذا انس، اخد التيوب من اولها لاخرها، من اول فتحه لاخر فتحه، من الاورال كافيتي للانس. ده ايه الكرونز. لكن الارثروف كوليتس بتبقى سبيسيفيك للكولون، بس هنشوف برضه في اختلافات ثانيه مش بس كده. في الكرونز ديزيز there are healthy parts of intestine mixed in between inflamed area، يعني بتلاقي احنا قلنا ماسك الانبوبه من اولها لاخرها، لكن في هنا inflammation حته healthy بتتخللهم في healthy parts خلال الايه؟ خلال الديزيزد اريا. الكرونز ديزيز mixed
الأرثروكرايتس on the other hand is continuous inflammation of the colon, الكولون والريكتم. الكولون والريكتم continuous بقى مش حتة وحتة. يعني هي الأرثروكرايتس خاصة على إيه؟ على colitis بالكولون، لكن continuous ده كله هو والريكتم. ال on the other hand الكرونز عمل إيه من الأنبوبة؟ أخد الأنبوبة كلها بس إيه في كده escapes كده في النص في حتة هيلسي، في حتة هيلسي. طيب ببدل بالفروقات بينهم الارثروكرايتس اونلي افكت ذا انر موست، ده بقى تبع الهيستولوجي بقى، افكت الانر موست لايننج اوف ذا كولون، هو الكرونز كان اوكير ان اول لايرز اوف ذا باول. هاو از كرونز ديزيز ديفرنت فروم ارثروكرايتس جروس باثولوجي؟ الباثولوجي بتاعه الكرونز ديزيز زي ما قلنا كاركترستيك باي اسكيب ليجن، يعني بيبقى فيه ليجن يعني مش كله واخد الانبوبه كلها، بس في بيتخللها حته بقى نورمال، يبقى فيه اسكيب ليجن. ترانس ميورال انفلاميشن وجرانيولوما وفيستولا كل ده بقى مهم قوي بقى. الفيستولا فيها السينسز والابسيسز بنلاقيها فيها، بنلاقيها في الكرونز ديزيز، وبيأسبكت اكتر على التيرمينال اليوم انفولفمنت. اذا كانت الارثروكرايتس بتاخد كله ده بقى، هو برده بياخد الانبوبه كلها من فوق لتحت اورال السر، والبرزنتيشن بيه كده بقينا ليجن او اورال السر او حاجه من جوه برده، لكن افكت من جوه مينلي على التيرمينال اليوم انفولفمنت. لكن whereas الارثروكرايتس بيبقى كاركترستيك باي كونتينوس كولوريكتال، احنا قلنا الكولون والريكتم، الكولون والريكتم معاها كولوريكتال ديزيز اوفن مور برومينانت ديستالي وذ برودومينانت ميوكوزال انفولفمنت. هنا في يعني هنا بتهيألي هي واضحه، هنا افكت الكولون، لكن هنا الكرونز ديزيز يعني دي مش بتشاور. الكرونز ديزيز في حته نورمال وحته تبقى اسكيبز. هنا اكتر برضو هو جابها لي في الصور الفرق منهم، قال لك بنكررها تاني عشان ما ننساش. الارثروكرايتس بتأفكت انتير لارج انتستن اللي هي الكولون، بنلاقي فيها ايه هنا فيها لوس اوف الهستريشن، يعني شايفين الهستريشن بتاع الكولون هنا ده بيبقى فيها بقى في الباثولوجيكال بارت لوز اوف هيستريشن، وفيها جرانيولوما في الريكتم هنا في اللي افكتد برضه الريكتم. من ذا اذر هاند الكرونز ديزيز زي ما قلنا افكت ان بارت من الماوس للانس، وبيبقى فيها بقى ايه بيبقى فيها ممكن نلاقي فيها استركشر ونارونج، ممكن يكون فيها ابسز، ممكن يكون فيها فيستولا، دي او الكاركترستيك بتاعه الفرق بين الارثرتيف والكرونز. السيمتومز بيجي لي ايه في الانفلاماتوري باول ديزيز؟ ابدومينال بين، دايريا sometimes with blood، يعني بتبقى بلادي دايريا، اور دايريا sometimes alternating with constipation، لما اما دايريا alternating مع blood. دكتور محمد ناس ماشي، او alternating مع constipation. urgency to have a bowel movement and fecal incontinence، بيبقى في عندي ايرجنسي في الباول موفمنت وفوكال انكونتيننس، ريكتال بليتنج، ويت لوس، فيفر وانيميا، مال نيوتريشن اند ديليت جروس ان بيبل هو ديفلوب انفلاماتوري باول في الاطفال. كونستيبيشن از وان بوسبل كومبليكيشن اوف ارثروكرايتس كولاتس، يعني معنى كده ان هو ممكن يجي لي ببلادي دايريا، الدايريا ممكن تكون بلادي، او ممكن يجي لي الترنيتيف دايريا مع كونستيبيشن. الكورتيكوستيرويد بنعالجها ايه باختي يعني رفلي كده او كولكتيف، بنعالج بكورتيكوستيرويد اند اميونو سبريسانت دراج ار اوفن بريسكرايبد عشان نعالج الارثروكرايتس. بات ايفن اف يو تيك ذيس ميديكيشن فور يور كونديشن يو مي نيد انذر ريميدز تو هيلب مانج كونستيبيشن، يعني ايه لو هو عنده كونستيبيشن واخذ حتى الكورتيكوستيرويد والاميونو سبريسانت، هيبقى لو هو بيشتكي بقى عنده كومبلين ومدوخه الكونستيبيشن، هتبقى انت لسه عامل تعمل استرس على انك تعالج مانج الكونستيبيشن بسيمبل استراتيجي زي ايه درينكينج مور ووتر، لازم بيقول الحاجات دي بقى يشرب مور ووتر اند اكسرسايزنج مور هيلب تو ريليف الكونستيبيشن. الدياجنوزز البلاد تيست اللي بنعمله في الانفلاماتوري باول ديزيز، البلاد تيست اللي احنا بنستخدمه في نعمل السي رياكتيف بروتين والاس ار
والسي ار بي ذيس تيست ميجر ذا ليفل اوف وان سبيسيفيك بروتين. في بقى عندي برضو فيكال كال بروتكتين تيست. الفيكال كال بروتكتين تيست ده كان شو وذر you have inflammation in your gut which would be a sign that you may have Crohn's or colitis. طيب في حاجة احنا شفنا ازاي نفرق بين الكرونز والالسيرتيف كوليتس بالكلينيكال مانيفستيشن وبالهيستولوجي. ذا رول اوف لا لسه ده في حاجة بقى بتفرق لي بالانفستيجيشن اللي هو ايه الانتي ساكروميز سيرفيزيا انتي بودي. دي معلش هي صعبه ورخمه بس تتحفظ لحاجه. هي رخمه قوي هي لحاجه. اولا هي بتتسال في الشفوي ويمكن احنا ما يعرفش بتتعمل هنا ولا لا، ممكن بتكونش بتتعمل هنا خالص، لكن لو في حاله في كلينيكال وعايزين نفرق بينها يعني شويه ممكن ان احنا ايه نشوف التيست ده الرخم ده ونعمله. امينو جلوبولين ايه وير ذا بيست تيست تو ديستنجش الكرونز فروم الايه من الالسيرتيف كوليتس. طيب الاندوسكوبي والبايوبسي as the first line procedure in patient with suspected Crohn's is a reaffirmed، يعني ان انا عايزه اكده وطبعا ببعته للجهاز الهضمي عشان يعمل له اندوسكوب. ده دوت الكونفيرماتوري تيست. اول سؤال لو انتوا فاكرينه في الحاله كان قال لك ايه، عايز واحد سكرينج تيست واحد انفيرماتوري تيست. الكونفيرماتوري تيست كان ايه؟ البايوبسي. الاندوسكوب والبايوبسي. بعد كده سي تي والام ار اي ستيل ريمايند ذا جولد ستاندرد ايميجنج ميثود ان ذا ديجنوز اوف انتستينال انفولمنت اند ترانسفيرال ليجن. الكونتراستد انهانسد الترا ساوند فوكس اتنشن اون ذا رول اوف الترا ساوند ان ذا ديجنوز اوف اكسترا ميورال كومبليكيشن والابسس والفيستلا از ايه كومبليكيشن ليها. يبقى دلوقتي ده الدايجنوزس. Which is the following symptom؟ طب احنا شفنا الفرق بينهم ايه دلوقتي بين بالهيستوري بتاعهم. اولا بالاناتومي هو بيجوا فين بالظبط، وبالهيستولوجي افكت انهي لير واكتر حاجه في اللير ايه، وشفنا بالانفستيجيشن الى حد ما يعني مين اللي بيكتر الالتهاب اكتر. طب كلينيكالي بقى بالكلينيكال ايه اللي بيفرق لي بين الالسيف كوليتس والكرونز؟ Individual with ulcerative colitis may experience rectal bleeding or blood in stool more often than with Crohn's disease. هما الاثنين بيكون فيهم بلاد دائريه، لكن اللي بيبقى فيهم فرق وانت اكتر والاكتر منهم الالسيرتيف كوليتس، لان هي بتقول ايه كولوريكتال كولوريكتال ريكتال. يبقى الالسيرتيف كوليتس مع ان هو الكرونز بياخد من الانس للايه للريكتم من الماوس للانس، يعني اخد كل الطيوب، لكن الامور فريكونت في البلاد بليدنج بالريكتم هو ايه الالسيرتيف كوليتس. اديشنال اند انيكو سيمتومز اوف كرونز ديزيز انكلود. امال الكرونز بقى ايه بقى اللي بيميزه؟ ماوس سورز وانال تيرز، واخدي برضو الاينا بس نخلي بالنا بقى من الحاجات دي، ماوس سورس وانال تيرز، السرز، انفكشن اند ناروينج اوف ذا انتستين. زي ما شفنا في الرسمه في ايه في الانتستين بيبقى فيها نارو استركشر. السيمتومز ديفرنس بين الاثنين ان كرونز ديزيز ريكتال. الله هي بتبقى الكرونز هو بقى هنا عكسها، في الكرونز بيبقى الريكتال بليدنج ليس كومون، لكن في الارتس كولايتس بيبقى البليدنج مور كومون، مور فروم ذا ريكتام از ماتش مور كومون. ما احنا قلناها بطريقه معكوسه المره اللي فاتت. في الكرونز كونتينوس ابدومينال بين، دي بقى حاجه زياده يمكن انا سبتها عشان كده ما سبتهاش لان فيها عدد زياده من برضه سيمتوماتولوجي. في الكرونز كونتينوس ابدومينال بين لان هو اخد التيوب من فوق لتحت، ممكن يجي له كونتينوس ابدومينال بين از مور كومون اند بيري انال بروبلم ساتش از زي ما قلنا دوت كاركترستيك للكرونز. بيري انال بروبلمز يعني البليدنج دايركت مور كومون في الالسيرتيف كولايتس، لكن البيري انال بروبلمز فيستولا ابسس مش عارف ايه كده والتيرز وكده كومون فين؟ في الكرونز. يبقى البيري انال بروبلم زي الفيستولا والسورز والسكين تاج كان اوكير. ان كونتراست بيبول ليفنج ويز ارستيف كولايتس يوجوالي هاد انترميتنت بين. احنا قلنا الكرونز كونتينوس بين بيبقى مستمر، ده بيبقى لا الارستيف كولايتس تبقى انترميتنت بين كونسايدنج ويز باول موفمنت. بيري انال ايشوز ار ان كومون الارستيف كولايتس. حد يقدر كده يلخصهم من الحاجات دي؟ ايوه
كلينيكال يعني ماليش دعوه بالانفستيجيشن وكده احنا قلناها خلاص. لكن انا يهمني كلينيكال علشان انت لو توقعنا لو جت حاله زي ديت وجتني يعني توقعنا ان هي كورونز يهمني ان انا قصدي انفلاماتوري باول ديزيز يهمني ان انا اقدر بالكلينيكال على ما كونفيرم بقى ابعتها للبايوبسي طبعا للاندوسكوب هي هتحلف لي. لكن كلينيكال حد كده يقدر يجمعهم لي؟ ممكن نقول البليدنج الاول البليدنج يبقى الريكتال بليدنج الريكتال بين اكتر في الارستف كولايتس لازم نلبين اكتر في كرونز ديزيز في كونتينوس. لكن في الابدومينال بين ايوه كونتينوس وانترميتال ممكن نقول برضه البيرينا ايوه دي بقى المهمه البيرينا اي حاجه بقى تير مش بليدنج لا هنقول بيرينا فيستولا استركشر كده مع اورال السر بس البيرينا الاكتر اكتر البيرينا اللي بتكلم عن البيرينا اكتر 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 بيرينا مع ايه ابسس فيستولا مع الكرونز. يبقى ده فعلا ده ال حوالي من 20 ل 40% of inflammatory bowel disease experience اكسترا انتستينال مانيفيستاشن. احنا عارفين ان هو بقى فيها انتستينال وفيها طبعا بتجي لي ساعات بحاجات يعني ممكن هي تلخبطني بقى بس ابقى يعني اورينتد بيها. باكسترا انتستينال مانيفيستاشن كومونلي في الجوينت في السكن زي ما شفنا هنا في السكن كان جذايب والسيمانودوزم بس جالي مع حاجه ثانيه برده مش لوحدها لان قلنا اسباب السيمانودوزم جمعناها في ايز الكيدني الليفر and cancer. Anemia is another extra intestinal complication that inflammatory bowel disease patients may experience. عايزين نقول حاجة يا جماعة اما نيجي برضو نتكلم ان شاء الله هنتكلم على الكرونز ديزيز بس ده حاجة غيرهم ده اوتوميون بقى ده غير يعني ده الانفلاماتوري بول ديزيز لها قصة والكرونز وسيلة لقصة تانية. انا قصد اقول سواء ده او ده او الفات بول ديز او السيلياك ممكن تجيلي ب انيميا انكسبليند انا في شانس انيميا انكسبليند يعني ما ننساش دي في الحالتين في الحالات ديت نحط في اعتبارنا حاجات تانية. هنتكلم عنه بالتفصيل برضه ان شاء الله. ايه بقى الاكسترا ابدومنا مانفستيشن اوف كرونز ديزيز بريفرال ارثرايتس ريسيما نودوزا ما احنا قلنا متفقر على الارثرايتس وعلى السكن او بوليديرما جانجرونوزا او انتيريوفيتس اورال ريكارنت ايسر اورال ارثر زي ما قلنا مع الكرونز اكتر وانكلوزنج سبونديلايتس ذا موست كومن اكسترا انتستينال مانفستيشن والموست كومن اكسترا انتستينال اوف ارثرايتف كولايتس بس ارتيكولار ارثرايتس ريسيما نودوزا برده زيه وافسس ارثر ماوس إبسكلاريتس ميتابوليك بون ديزيز بقى فيها استيوبينيا استيبروزيز استيوماليشيا او فينوس ثرومبو امبوليزم بقى معاها ايه ثرومبو امبوليزم مع الالسيراتيف كولايتس. وات از ذا موست كومن تيست فور كورونزي ديزيز احنا قلنا هو الكولونسكوب نستخدمه في الاثنين ذيس تيست او لو تو فيو كل الانتركولون اند ذا اند اوف يور اليام تيرمينال اليام احنا قلنا بيأفكت الكرونز من التيرمينال اليام بنستخدم ايه اللي هو الكرونسكوب والموست دايجنوستيك تيست في الارثرايتس كولايتس كرونسكوب اند سيجمويدوسكوب لان هي بتاخد الرقطه معاها اند سيجمويدوسكوب. هنا ده بقى طبعا ده النقطه اللي نجمعها من الكلام اللي احنا قلناه الفرق بينهم وبينهم السايد اوف ذا ديزيز في الارثرايتس كولايتس افكت الكولون الليفت سايد كولايتس او بان كولايتس يعني هنا بيأفكت ايه التيرمينال اليام في الكورونز ديزيز مينلي الكلينيكال بيكتشر احنا قلناها واتكلمنا عنها يعني ده ما هو الا تجميع ليهم كله. احنا كده خلصنا من ايه موضوع احنا كده خلصنا من كون يعني تكون ساتسفايد بالانفلاماتوري باول ديزيز دي كانت نازله في الامتحان. هي على فكره دي غريبه وانا يعني فعلا انا ما شفتهاش الا ما في لما قريت التستات دي ده 10 سنين years old child has chronic condition affecting his height مأثره على طوله 100 سم
هو 10 سنين ايوه تيستار وكان نفس في الامتحان ده تيست. هو 10 سنين هو ايه 10 سنين وده عنده حاجه مزمنه افكت على الهايت بتاعه هو ده 100 سنتي مع ان النورمال هايت بتاعه المفروض يكون 130 سنتي يعني طول الوقت كام 100 سنتي والمفروض يكون كام هو كاتبها لي 130 سنتي وده عنده حاجه مزمنه مؤثره على الهايت بتاعه ما هو من 130 بقى 100 الديفايس ده ميجر 100 اصلي التست ده اصلي 100 What does this mean for you؟ هي على فكرة اللي مش قاريها يعني اللي مش قارين تبقى هي صعبة جدا ومش هتيجي كده لأن أنا حد يعني إيه؟ فلوميتر بتاع الأزمة يعني هو عنده كورونا كونديشن أزماتك أزماتك هو فعلا طب ده ايه يعني بقى ايه ان هو الديفايس ده اصلي 100 وايه ال 100 130 وده انا مش طالبه منكم انا ما عرفتهاش الا لما قرات الاجابه في معادله بتتعمل عشان اشوف ال ايوه في معادله بتتعمل هو سكن وعلى ال ديت هنشوفها يبقى ده يبقى دوت هو دوت عنده اساسا اتفقنا ان هو الكورونيك ديزيز بتاعه ايه ازمه هو افكت على الهايت بتاعه طب خليكم بس حافظين يا ريت حد يصورها علشان احنا هنحسب حد يصورها عشان احنا هنحسب هي معادله وهنحسب مين عاملها قلب مش هترفع ارجع تاني قلب طيب بيبقى ده بيل اكسبيراتي فلوميتر دكتور محمد قال فلوميتر من ضمن اللي هي من ضمن اللمبه البلمونري فانكشن البيل اكسبيراتي فلوميتر البي اي اف ار بيل اكسبيراتي فلوميتر الاكسبكتد ال 50 سنتايل ده ال 50 سنتايل بتاعه نحفظ المعادله دي بقى الهايت في 5 ناقص 400 يبقى كده ايه الاكسبكتد عشان يبقى على ال 50 سنتايل يبقى طوله في المين بتاع ال 50 سنتايل يبقى الهايت في 5 ناقص 400 طب هنمشي بقى اللي مسجل اللي مصور الصوره ديت يقول لنا عشان نفتكر تاني هو الهايت بتاعه كام 100 في 5 ناقص 400 100 هو قال لك الديفايس طلعها 100 هو قال لك الديفايس طلعها 100 بس هو بقى المفروض كان يبقى وزنه كام طوله كام 130 في 5 ايوه هم قال لك الاكسبكتد مش ما هو قال لك ان هو 130 650 ناقص 500 قصدي ناقص 400 ناقص 400 يبقى 250 هو مطلع لي كام 100 يبقى اذا هو فينا فعلا ايه هو فعلا المفروض يبقى 250 وهو 100 هي كده اقل من 70% هي بالمعادله دي طبعا بالمعادله دي الـ هو طالع لي 100 ايه اقل من 7 من 10 40% 50 وطلع 100 40% اقل من 50 في ما هو بالاصل بلوجيك كده هو 100 وطلع 250 يبقى اقل من يبقى ده البيج اكسبكتد فلو بتاعه 100 لكن الاكسبكتد زي ما حسبناها طبعا المعادله بتاعته طلع ان هي 250 يبقى ده ايه كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز هو عنده ازمه الطفل ده عنده ازمه كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز طيب الطفل ده ايه بتقول لي يا دكتور ما تيجوا انتوا قاعدين ورا ليه مستني ده 3 years old child has mitral valve replacement mention to other dermatological sign important for diagnosis Thank you.
انا مش عايزه السيد واس السيد توكن انت مش مشكله عايزه انت دخلت السكند ولا لسه يا دكتور؟ بس خدت الفيرست خلاص فيرست مذاكره حسين السكند احلى حاجه السكند والسيرت بس والله الفيرست الفيرست برده هناك حلو لانه كله بيبقى كلينيكال كله بيطبق كلينيكال طبعا ده هو اصلا يعني ده بالعكس هو هنا دليني على حاجه كده وفتحها اللي هو قال لك مايترال فالف ريبليسمنت يفكر في حاجه كارديا عشان هو جابها لي الوحيده كده مستحاله طبعا انا مش فاهمه دي ولا شايفه دي ايه اصلا مش عارفه دي خالص فده طبعا هي كاردك وبالمنظر ده وهو عاوز تو اذر ديرماتولوجيكال ساين ديرماتولوجيكال ساين يبقى دي ايه يبقى دي انفكتيف اندوكاردايتس طيب ايه بقى الديرماتولوجيكال ساين كلها سواء دي او غيرها دي اصلا دي ايه دي اوسلر ميديول او اوسلر نودز اوف انفكتيف اندوكاردايتس اللي احنا شفناها دي اوسلر نود اوف انفكتيف اندوكاردايتس انا جبت بقى السكن وكمان معاها الاي كمان عشان تبقى في النص التو اذر اللي هو ايه سبلينتر هيموريدج في النيل بيد وجينوي ليجن الاوسلر نود انتوا شايفينه ولا لا واضح ده الاوسلر نود اهو اول واحده اوسلر نود مش باينه شايفينها هو بقول لك بينفول اولا هو ايه عشان نعرف بقى لان في حاجه بتبقى نون بينفول لكن اوسلر نود ده بينفول ريسيميتاس ميديول اون ذا تيبز اوف ذا فينجر اند ذا توز في التيب اوف ذا فينجر والتوز وجوه بينفول هنا دي ورجليه في التيب اوف ذا فينجر في الفينجرز والتوز يبقى ده ايه ده الاسلر ميديول امال الجين ويس بص بقى ده نون بينفول برده اوريسيمتس ماك يول مش ميديول ماك يول اون ذا البالم of the hand and the sole of the يعني نزل بقى تحت شويه في البالم والسول في البالم والسول هو نون بينفول عشان نعرف الفرق بينهم ازاي امال ايه السبلنتر هيموريج اللي احنا شايفينه في الاخر ده في الاخر خالص اللي هو ده هنقراها كده بقى الجينوين واحنا قلنا بقى نسال الهيموريجيك ليجن اون ذا بالمس اند سول اند سبلنتر هيموريج ذا لينير ليجن بين سيزانين بتلاقي ان هو بين السبلنتر هيموريج ده بيبقى تحت النيل اهو يعني بتاعي مفيش اوضح كده انا اصلا جايباها فور تيتشنج يعني مش كل الصور بتبقى واضحه كده لكن ده فور تيتشنج يعني نقيت اوضح صور طيب امال ايه بقى ده دوت الدرماتولوجيكال انا لزقت فيهم الفندس لان هم جابوا سؤال تاني وهنشوفه برضو في التستات كانوا جايبين مش درماتولوجيكال حاجات تانية ما مش يعني مش شرط بقى يجيبوا الديزيز كله في حاجه واحده يعني هو ده ايه بقى اللي احنا شايفينه ده ايه بقى ده الريتنال هيموريدج ويز بيل سنتر يبقى ده الروس سبوتس ودي برضو فور تيتشن ما بتبقاش باينه بالوضوح ده الوصفها لكن دي واضحه قوي عشان كده جبتها في عشان ايه تيتشنج لكن في الاسئله ممكن تكون مش واضحه بالوضوح ده بلاقي فيها ايه هي هيموريج وفيها سنترال بالور يبقى ده ايه اسمها روس سبوتس بتاع اوف ايه اوف انفكتيف اندوكاردايتس كده تمام عشان مش عارف اقلب كده خلاص طيب ده 9 سنين old has been recently deteriorated in school. Recently deteriorated in school. What is the most common reason? وده البلاد فيلم احنا شفنا على فكره لو تبقى معايا البلاد فيلم اللي معايا شفنا كذا حاجه في البلاد فيلم عشان لما كانش البلاد فيلم هيسهل لكم يعني في حاجه مش هتبقى يعني بس هنبقى خدنا مجموعه منها في التجميع وبرده الفاندس اكزامينشن عشان لما اجي اعيد انا شرحت الفاندس قبل كده لما اجي اعيدها واشرحها تبقوا فاكرين ايه الحاجات اللي هي مجمعينها دي. ده ايه بقى الطفل دوت 9 سنين جاي ريسنتلي deteriorated in school.
deterioration في السكول في السكول deterioration محمد يا اخي اخذ مني في الكتابه اخذ من اساس لا ما ار سي بي سي لا بيذاكر للسكند ان شاء الله ده فعلا هي ده كورونيك ليد انتوكسيكيشن برومنانت بوزوفيليك ستيبلينج اوف ار بي سي. احنا المره اللي فاتت خدنا ايه في الولاد فيلم؟ انا برضه بحاول اعمل ريفريشمنت يعني. خدنا جي 6 بي دي اللي هو الهنز بودي الارن ديفيشنس خدناه ولا لسه؟ الارن ديفيشنس التوكلوسايت خدناه ولا لسه؟ التوكلوسايت ما خدناش؟ طب يبقى لسه هناخدها الدنيا سهله. يبقى ده بزوفيليك ستيبلينج از سين ان فاريوس كونديشنز ساتش از ليد اند اذر هيفي ميتال بويزننج. يعني ممكن تيجي مع هيفي بيتا طبعا اللي خاصه وبرده السيناريوهات اللي بيحبوها في الامتحانات يقول لك ايه منقول كان عايش في بيت جده او جدته وكان بيدهنوا دهانات الدهان اللي بيدهنوا بيه الدهانات بيبقى فيه الليد في الحاجات دي والخزانات الميه والدهانات وخاصه في بيت قديم يقول لك اتنقل كان عايش في بيت جده او بعد كده اتنقل في بيت تاني او كانوا بيدهنوا بيتهم القديم. يعني الهيستوري بيديكي برده كلو وبتنزل في الزماله بنفس الطريقه. ده كيس سيناريو بقى مش شرط هم يجيبوها كل حاجه تبقى صور. يعني بيبقى في كيس سيناريو يعني بمختلف الحاجات دي بيبقى دايما فيها انيميا تعمل بايتا فممكن يكون ده البيزوفيليك ستيبلين قلنا زي الليد او الاذر هيفي ميت او انفكشن او ليفر ديزيز او ثلاسيميا او سام كيسز اوف ميجالوبلاستيك انيميا. دي برده بتعمل لي ايه ال البيزوفيليك ستيبلينج از مايكروسيتيك نورموكروميك انيميا هايلي سجستيف ثلاسيميا تريت. لو هي مايكروسيتيك نورموكروميك تبقى ده سجستيف اوف ثلاسيميا تريت. طب الطفل ده هاز نيزل ديشارج اند برونكيال ازمه. هاز كرونيك نيزل ديشارج وبرونكيال ازمه. كرونيك نيزل ديشارج كرونيك وبرونكيال ازمه. What is the abnormal finding in this picture? أيوة. السواد اللي بيبقى تحت العين في العين. أيوة. ما هو صح؟ هو اسمه ايه السواد؟ ما هو صح السواد اللي تحت العين اسمه السواد. ما هو صح والله هو ده هو الإجابة صح. السواد اللي تحت العين بنسميه إيه؟ في واحد عنده كرونيك نيزل ديشارج برونكيال ازمة يعني الاثنين عنده دوت هو الرجيك ساينر الرجيك شاينر اسمه شاينر سلوي الرجيك شاينر او سلوي سلويت او مش عارفه دي بقى ساينر ولا بتتنطق. المهم هي سلويت او الرجيك شاينر اندر ذا اي سين اللونج ستاند الرجيك رايانايتس. ماشي دي بس الساين يعني بقى. طبعا الازمه والرجيك رايانايتس ده انتوا اساتذه فيه. You observed the sign in a unit during your round. وانت في الكتاب بتمر في الحضانة شفت الساين دي. Mention three underlying causes. بتاهم نشوفها هنا بتيجي والله كتير بشوفها. يعني حتى لو مش كتير مثلا زي السبسز وكده لا بس بالنسبة لي مش رير يعني مش حاجات رير زي الحاجات الرير بيقول ان هي بتبقى رير يعني بتبقى موجودة وبنشوفها. يعني كم مره شفنا في الحضانه حاله زي دي؟ كان موجوده اسباب عامه ولا ايه؟ كان موجوده والله والله انا بتشبع ايوه ماشي. الحاجات دي لو كانت ايه بقى الحاجات دي كانت ايه ايتروجينيك وبلاش عشان دي ايات الجينيك. انا مش بنتكلم على ايات الجينيك خلينا الحاجات الديزيز اللي هي موجوده ايه الدكتور محمود ايوه تيرنر سندروم و
يعني دي بالعربي كده اسمها ايه؟ بيد القديمة، مش بالعربي يعني، يعني بصراحة كده دي ايه؟ بيد القديمة صح؟ دي قديمة، قديمة بيد القديمة. ايه بقى اللي ممكن تكون سبب في النيونيت؟ هيدروبز. واسباب الهيدروبز في النيونيت دي بقى الوحيدة بقى، طب قولوا بقى اسباب الهيدروبز في النيونيت، قول ايه؟ اميولوجيكال او نون اميولوجيكال. طبعا الاميولوجيكال احنا عارفين، عارفينها اللي هي الار اتش والكومباتيبلتي والحاجات دي. نون زي البوست كوم انفكشن، برافو. الفالف فايروس بي 19 ايوه ولد ما عدتش تتكلم ان شاء الله يا رب. لا اقرا كده سوره البقره كده يا رب. ان شاء الله. طب انت هتمتحن اهوت، ما حسيتك عشان هتمتحن سوره البقره. سوره البقره يا ريت. امال ايه؟ الله المستعان. كل والله احد. الله المستعان. ماشي هاني كمل. ايه ترنر وايه؟ ما احنا قلنا هتقول ماشي ترنر اللي بيعمل كده ايه تاني؟ ايه غير الترنر؟ ماشي النفروتوك سندروم. ايوه هو باين لاتر فيها طبعا فيها برضو هي هاي البومنيميا ممكن تجي لي بقى كاردياك كاردياك ليفر رينا الحاجات دي بتبقى في الاولد شويه، لكن في النيونيت بالذات بتبقى فيها يعني ايه بس هو مش في النيونيت. اللوبس، اللوبس بتيجي اكتر في النيونيت حتى لو ما كانش فيها السكين مانفيستيشن بيه بثرومبوسيتوبينيا. ثرومبوسيتوبينيا طبعا بيبقى فيها، وبتيجي بقى بايه بقى حتى لو انت بقى قاعد كده ودخل لك اي سي جي، كتاب الاي سي جي بتاع مكتوب ايوه هارت بلوك، بتعمل لي هارت بلوك للراس. ما قلتش بقى بص بقى روح بقى يا رب العالمين. طبعا ما هو هنا بيختلف عن ما تقعد تمسك كده كتاب وتقعد تقول ساين وسيمتومز كده. كلمه اتقالت هنا يعني كلمه الدكتوره ايمان اكيد وانتوا بتذاكروا مش هتنسوها. كلمه برضو علقت عليها انا او حد منكم علق عليها مش هتتنسى طبعا. ما عايزين كده بيحكم العيال ايه خلاص يبقى ده احنا قلنا، احنا قلنا ان فروتوك سندروم وقلنا الليمفاتيك اوبستراكشن اللي برضو فيها والترنر سندروم. هنا هو عايز قال لك ثلاثه بس، ممكن يكون ايه ترنر سندروم او كونجنتال نفروتوك سندروم او كونجنتال اوديوباسيك ليمفيديما، بس احنا قلنا اكتر من كده طبعا لها اسباب كتيره وبرضو فايبر 19 وي 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 وحاجات كتيره برضو ايه. اتفضل. على فكره بقى في حاجه في حاجه قبل ما قلت على السلايد، بس في حاجه عايزه اقولها في السلايدز اللي فاتت دي. الترنر سندروم النيونيتال مانيفيستيشن ان ترنر سندروم از بتيجي ايه؟ بيد القديم. حتى ساعات بتيجي في الام سي كيو النيونيتال مانيفيستيشن اوف ترنر سندروم از بيد القديم والنيونيتال مانيفيستيشن اوف سيستيك فايبروزيس از، هتقولها انتوا بعدين. نيونيتال ما في كتير 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 ماشي. ما علينا احنا قلبنا لحاجه ثانيه خلاص. داز تشايلد هاز كرونيك كف فيلير تو ثرايف اند لوس موشن وات از ذا موست كومن اندرلاينج كونديشن. يبقى عنده كرونيك كف فيلير تو ثرايف ولوس موشن. دي ايه ده اول؟ انا قلت ما علينا، انا غلطتي ان انا كنت عشان اتوهكم بس انتوا ما شاء الله انتوا فايقين مش طيب ماشي. يبقى ده ريكتال برولابس ان سيستيك فيبروز. ده ايه ريكتال برولابس ان سيستيك فيبروز؟ نقول بقى الانتستا النيونيتال مانيبريزنتي
presentation of cystic fibrosis is كرونيكا في النيونات والله جت الستايل الموجوده لا لا هنتكلم عنها دلوقتي. حكايه المكونيوم الياس نسبتها كام وكام بتاثر بها بتيجي في النيونيتا يعني لو لقينا مكونيوم الياس فيه لان هنشوف دلوقتي النسبه قد ايه. لو لقينا مكونيوم الياس يبقى لازم نستبعد السيستيك فيبروزس. لو لقينا مكونيوم الياس عندنا في الحضانه في النيونيت في النيونيت البرزنتيشن سبب ايه السيستيك فيبروس. لا بارك الله في عمرنا على الصلاه. طب بقى مالنا ايه الوقت يعني. طيب سيستيك فيبروس نتكلم عنها بقى رير جيناتك ديسور. على فكره هي رير بس بنشوفها وموجوده وموجوده في حالات نعرفها وبتيجي وبتبقى يعني ممكن برضو ما بنعرفش ان بنلاقي ايه. ذات افكت موستلي اللانج بات اولسو البنكرياس الليفر الكيدني اند انتستين. الهاي مارك فيشر اوف سيستيك فيبروزز هو ايه اكيوميليشن اوف سيك ميوكس ان ديفرنت اورجز. هي المسبب الافيسك ميوكس تبقى ايه ملزق كده في ايه تبقى سيك ان ديفرنت اورجز. لونج تيرم ايشوز انكلود ديفيكالتي بريثنج and coughing up mucus as a result of frequent lung infection. Other signs and symptoms may include sinus infection. يعني ممكن مش يجي لي بس يعني ممكن يجي لي في sinusitis sinus infection. احنا قلنا كف بكروس اند الاذر ساينز بكروس انفكشن بور جروس فاتي ستول ده برضه كاركترستيك ليها فاتي ستول كلابنج از ان هي كرونيك ديزيز كلابنج في الفينجرز اند توز اند انفيرتيليتي ان موست ميل في الميل. سيك فيبروزز از انهيرت زي ما احنا عارفين ان اوتوزومال ريسيسيف مانر ات از كوزد باي بريزنس اوف ميوتيشن ان بوث كوبز لانها اوتوزومال ريسيسيف بيكون لازم تجمع اثنين المتنحيين اوف الليل جين ان كود سيك فيبروز اسمه ايه بقى؟ نحفظها دي بتيجي في الفيرست سيستيك فيبروزز ترانس ممبرين كوندكتانس ريجوليتور مسماه ايه جي اف تي سي اف تي ار بروتين وده بيتحفظ دوت عاملاه بالاحمر عشان بينزل فعلا في الفيرست. يمكن السكند مش بيهم قوي لكن بينزل في الفيرست الاسم اسم الجين ده. وذيس جين از انفولفد ان برودكشن اوف سويت ده بيعمل لي ايه بقى بيحكي لي القصه. ده بيبقى مسؤول عن البرودكشن اوف سويت والدايجستيف فلويد مش السويت بس دايجستيف فلويد والميوكس. هو ان ذيس جين از نوت فانكشننج لما بيتاثر ويحصل له ميوتيشن فبالتالي السكريشن ذات ار يوجوالي سن انستد هتبقى فيك اللي هو الميوكس والدايجستيف فلويد والحاجات دي. ذا كونديشن از دايجنوزد باي سويت تيست اند جيناتيك تيست. ذا سويت تيست ميجر ايه السويت تيست الصوديوم كونسنتريشن بيقول لك حتى طعمه ملحي يعني حتى بتيجي تقوم تقول لك طعم السويت بتاعه او الفرزات بتاعته مملحه بتبقى ايه بتبقى سويت السويت ميجر الصوديوم كونسنتريشن. as people with cystic fibrosis have abnormal salty sweet اسمها abnormal salty sweet which can often be tested by the appearance casing disease child تيجي تبص ابنها او كده تقول لك انا حسيت ان في بطعم الماء. الساين والسيمتومز بيبقى فيها ايه cystic fibrosis manifest early in life in newborn and infant with cystic fibrosis tend to have frequent large greasy stool نتيجة لإيه of malabsorption and underweight for their age. من 15 ل 20% من newborn have small intestine blocked by meconium. دي بقى النسبة اللي بقول من 15 ل 20% من newborn بيكون ايه blocked. احنا قلنا 6 secretion في كله فبيعمل لي blocked ايه بالmeconium often requiring surgery to correct in newborn occasion may have neonatal jaundice due to blockage of the bile duct. هنا بقى ايه دي ملحوظ بيقول ايه ان المكونيوم الياس is one of the earliest manifestation of cystic fibrosis. هي بتيجي في النيونيتال بيريود earliest واحده من earliest طبعا مع جريز ستول بس دي واحده من earliest manifestation of cystic fibrosis. المكونيوم الياس most are associated with cystic fibrosis دايما بتبقى مع cystic fibrosis but
قول لي 15% of infant with cystic fibrosis have meconium illness. يعني عشان كده بقول لك ايه، لو واحد في الحضانه عندك سيستك ميكونيوم إلياس، شوف الازهر حاجات بتاع انتم السيستك فيبروز تحطها ان مايند. لكن هي لو هي سيستك فيبروز بتبقى 15% بس من الانفت اللي عندهم سيستك فيبروز يبقى عندهم ايه ميكونيوم إلياس. لكن العكس لو لقيت واحد سيستك ميكونيوم إلياس لازم تستبعد ان هو مش يعني مش سيستك فيبروز. دي بقى الصوره مجمعه لي الحاجات دي كلها. ساينس بروبلم اولا، في حاجه في الساينس ونيزل بولب، وفيها احنا قلنا فاردو كان فيها ريكتال برولابس ففيها بولب او برولابس، في ريكوانت لانج انفكشن ده مينلي القف والكرونيك قف، سولت ووت السويت زي ما قلنا شفناها يعني شفنا ليه وشفنا التست بيتعمل اكتر من 60 ملي جرام برليتر، انلارجد هارت، ترابل بريسنج، جول ستون، وابنورمال بنكرياس بركلاتيك فانكشن. واحنا قلنا برده ممكن تعمل لي جوندس بتقفل لي البايل داكت تعمل لي جوندس، ترابل دايجستنج فولت، يعني كل حاجه بتبقى ايه هنا بقى اورجان افكت باي سيستيك فيبروزز. الساينس دي يعني هي نفس الساينوسايتس، واللنج بقى سيك وستيك وميوكاس بتبقى زي البلاستيك. يعني نعرف ناس يعني فينا يعني عن قرب يعني بيقول لك البغل بتاعه بينزل بلاستيك، عباره عن بلاستيك بيبقى زي البلاستيك. السكن بيبقى السكن والسويت جلاند بيرديوس سولت سويت، الليفر بلوكد والبايل داكت، البنكرياس بلوكد، بانكرياتيك داكت، انتستينال كان نوت فولي ابزوربت نيوترينت يبقى فيها مال ابزوربشن وفيها فرده مال نيوتريشن، وريبرودكتيف اورجانز ميل والفيميل ايه كومبليكيشن في ال There is no known cure for cystic fibrosis. ما فيش كيور. Lung infection are treated with antibiotic which may be given intravenous in intravenous inhaled or by mouth. ممكن حتى ندي الانتيبيوتيك انهيلد او باي ماوس. sometimes antibiotic azithromycin is used long term inhaled hypertonic saline and salbutamol. يبقى inhaled hypertonic saline وسالبيتامول may also be beautiful useful. Lung transplantation may be an option if lung function continue to worsen. Pancreatic enzyme replacement وده فعلا بيستخدموه البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت. And fat soluble vitamin لان بيعمل لي ايه مال absorption. بندي fat soluble vitamin supplementation are important especially in the lung. Airway clearance technique should be chest physiotherapy may have short term benefit but long term effect are unclear. الاول اهو ده احنا اللي كنا شفناه دكتور محمد المره اللي فاتت، ده احنا قلنا عليه ايه، ده ايه الهولت اورام سندروم. هولت اورام سندروم زي ما قلنا ده بيبقى فيها ابسنت ريدياي، والموست كومن كاردياك ليجن انسيستيز از اي اس دي، ويبقى فيها ايه ابسنت فور ريدياي زي ما احنا شايفين كده اللي ما فيش فيه ريدياس ابسنت تو ريدياي، والكومن كاردياك ليجن هو ايه الاي اس دي، يبقى ده هولت اورام سندروم وبيحبوه جدا في الزماله. طيب الاذر كوزز اوف ابسنت ريدياس ايه؟ احنا دوت هو ده الهولت اورام. طب في هيجيني بقى بطريقه ثانيه الاذر كوزز اوف ابسنت ريدياس، في عندي التار سندروم اللي هي ايه ثرومبوسايتوبينيا ابسنت ريدياس سندروم، بنسميها تار سندروم ثرومبوسايتوبينيا ابسنت ريدياس سندروم، وبرده اللي فيها بيكون فيها في الفانكوني انيميا. الفانكوني انيميا تو ديفرنشيت عشان نفرق هنشوف بقى ايه. If the radii are affected in Fanconi anemia, the thumbs are usually absent or hypoplastic. في الفانكوني انيميا بنلاقي دايما thumb يبقى absent او hypoplastic thumb. فين؟ في الفانكوني انيميا. وفي فرق بين الفانكوني انيميا والفانكوني سندروم. ده في الفانكوني انيميا. However في التار الريجال اي مس ار ميسنج بات ذا سامبلز ار اولويز بريزنت. يعني علشان افرق الفانكوني انيميا من التار لو كان فيها ابسنت ريدياي ومعاها هايبوبليزيا فيها في الصمب يبقى دي ايه فانكوني انيميا مع اذر طبعا مانيفستيشن في الفانكوني انيميا. لكن في التار يكون مع ابسنت ريدياس بيكون الصمب بيكون موجود ما يكونش فيها غايبو بليزيا في الصمب. يبقى دي ايه الحاله الاولانيه. طب دي this child is presented with anemia and hepatosplenomegaly what is the diagnosis.
يبقى الطفل ده جاي لي بانيميا وهيباتس بلومينجلي. الدكتور محمد حسان فين؟ مع الاسعاف مع حاله المنصوره. اه في منصور، ربنا يسلم. دي سامحوني بقى ولا ايه؟ لا ده دي حاله ثانيه. ده انا ده كده كانت حاله، دي قلبنا احنا الحاله ثانيه خالص، دي حاله ثانيه خالص. الاكس راي اللي احنا شايفينها دي قال لك ان الطفل ده بريزنتد ويز انيميا وهيباتس بلومينجلي. وايه الدياجنوستس؟ هيموليتيك انيميا سيروسايتوزيس. طب ايه، طب ايه في الاكس راي؟ طب ما نشوف ايه اللي في الاكس راي. واضحه كده ولا كده احسن؟ اللي مش شايفين ايه في الاكس راي؟ عشان قلت عليها هيموليتيك انيميا، عشان هيباتو، عشان الهيستوري الانيميا وهيباتوس بلينوميجالي. يعني هي مش ماشيه كده اصلا. طب ايه في الاكس راي؟ ايه هايبر دنس يعني ولا ايه؟ ها هو هايبر دنس. اه يعني هو فيه ايه ده؟ ده ايه ده؟ في رجع في البريك كده، حاسس ان البون مش، لا هو هايبر دنس بس، انما البون كبون نورمال يعني مش عارف. دي اوستيوبتريوزز مش اوستيوبوروزز. لا في فرق بين اوستيوبوروزز واوستيو اوستيوبتريوزز. ده بون اون بون، تلاقي ان هو تحس ان البون زي ما انت قلتي ان هو ايه دنس قوي، يبقى ده بون اون بون بنسميها بون اون بون اوستيوبتريوزز. يعني مهم قوي التي دي، بتريوزز وليست اوستيوبوروزز. ده بنسميه الاسم الثاني ليها ماربل بون ديزيز، واسم تاني عشان لو جالك في الام اس كيو او اراتو هو ده نفس الكلام، البيرز سكين بيرج ديزيز، هو نفس الاسم. يبقى ده الاسماء بتاعها. يبقى قلنا لو ايه الماربل بون ديزيز يبقى هو الاستيبتروزز، طرد هو الايه الالبيرز سكين بيرج ديزيز. خلاص يبقى احنا عرفنا الاسم ده. طب ايه بقى الاستيبتروزز؟ ده از ا جروب اوف ديزيز ذات افكت ذا جروس اوف ريمودلينج اوف بون. بيأثر على ايه؟ الجروس اند ريمودلينج اوف البون اند كاركترستيك باي اوفر جروس اند سكولروزز اوف البون. يبقى في اوفر جروس وسكولروزز في البون، والسيكننج اوف ذا بينو كورتكس اوف ذا بوني كورتكس، اب نورمال دنتال ديفلوبمنت اند ناروينج اوف ذا مارو كافيتيز. هنا بقى الديفكت اللي بيعمل لي بقى بيدخل، عشان كده قلت عليها ان هي هيموليتيك انيميا او دخلنا في سكه الهيماتولوجي. هنا هو بيعمل لي ايه؟ بيعمل ناروينج لما يكون بون اون بون اون بون، فبيعمل لي ايه؟ ناروينج في المارو كافيتيز ثرو اوت ذا سكيلتون، في كل السكيلتون. It is an uncommon disease of unknown cause. الاوستيوبتروزز احنا اللي هي كان بيسمى ستون بون، ستون بون اولسو نون از ما قلنا ماربل بون او الاسم الثاني خلاص، از اكستريملي رير انهيرتد ديس اوردر وير باي ذا بونز هاردن بيكم دنسر ان كونتراست تو مور بريفيلنت كونديشن لايك اوستيوبروزز، اللي هي بتبقى اصلا بتبقى مور فريكوينت او بتبقى اكثر فريكوينت، يعني بتبقى بالانسيدنس بتاعها بتبقى اكتر. الاوستيوبروزز معروفه دي، لكن الاوستيوبتروز بتبقى رير، ودي على عكسها. في الاوستيوبروزز بيكون هنا ويتش بون بيكام ليس دنس اند مور بريتل اور استوماليشيا، ان ويتش البون بيبقى سوفتن. يعني هو فرق بين ايه؟ كل المصطلحات اللي احنا بنفرق بينها الاوستيوبتروزز او الاوستيوبروزز او الاستوماليشيا. الاوستيوبتروزز كان كوز بون تو ديسولف اند بريك، مش معنى ان هي بون اون بون ان هي تبقى، لا هي بتبقى ايه؟ بتخلي البون ديسولف اند بريك. طيب الساين والسيمتومز اوستيوبتريوزز، ديسبايت ذس اكسس بون بون فورميشن، بالرغم ان هي بيكون فيها مور فورميشن بون فورميشن يعني بون فورميشن اكتر، بيبل ويز اوستيوبتريوزز تند تو هاف بونز ذات ار مور بريتل ذان نورمال. يبقى البون هي بتبقى ايه؟ مور بريتل ذان نورمال. مايلد اوستيوبتريوزز ماي كوز نو سيمتومز and present no problems. يبقى اللي هو فيها الساعات بتيجي لو هي mild osteoporosis مش هنلاقي فيها symptoms، ما بتعمليش، ما فيش problems. other symptoms او اللي ممكن تيجي بايه؟ instant growth deformity and increased likelihood of fractures، يبقى عنده liability للfractures.
بيشنت اكسبيرينس انيميا، وشفنا بقى ليه المر افكشن والهيباتوس مينينج وكده، عشان ايه؟ عشان البون مارو يبقى نارونج. انيميا ريكورنت انفكشن اند هيباتوس بيلونوميجالي ديو تو بون اكسبانشن، لما حصل بون اكسبانشن ليدنج تو بون مارو نارونج اند اكسترا ميدالاري هيماتوبيوزز، اللي هي زي ال it can also result in blindness، ما هي عماله تقفل بون بون بقى، مش بس على المارو كافيتس، في كل كده، في كل المارو، في كل الجسم، فبيقلل اي اوبننج او اي ممكن يجي لي blindness او facial paralysis and deafness due to ايه؟ نتيجه لايه؟ increased the pressure. ايه؟ ايوه due to increased pressure put on the nerves by the extra bone, abnormal cortical bone morphology, abnormal form of vertebral bodies, abnormality of temperature regulation, abnormality for ribs, abnormality of the vertebral epiphysis morphology, bone pain, cranial nerve paralysis, craniosynostosis اللي هو premature closure of the suture hearing abnormalities او impairments وhypocalcemia. في حاجه بقى اسمها malignant infantile osteopetriosis، malignant infantile osteopetriosis ده autosomal recessive osteopetriosis also known as malignant infantile osteopetriosis or infantile malignant osteopetriosis، يعني ايا كان هو نفس الاسم. الاسم is a rare type of skeletal dysplasia characteristic by distinct radiographic pattern of overall increased density of the bones with fundamental involvement of the medullary portion. Infantile osteopetriosis typically manifests in infancy. A diagnosis based on clinical and radiological evaluation وconfirmed by gene analysis، احنا قلنا اللي هي autosomal recessive gene analysis where applicable as a result of medullary cranial obliteration and bony expansion. بنلاقي فيه بقى عشان بيحصل فيها medullary بتبقى malignant، يعني بيبقى فيها ايه؟ يبقى فيها نتيجة للميدلر كرانيال اوبليتريشن اند بوني اكسبانشن جريف بان سيتوبينيا، يبقى فيها بقى جريف بان سيتوبينيا وكرانيال نيرف كومبريشن اند باثولوجيكال فراكشر مي اوكير. ذا بروجنوزز از بور اف ان تريتد. ذا كلاسيك راديولوجيكال فيتشر انكلود الاند بون اور بون وزين بون، بنسميها ايه؟ بون اون بون ابييرنس، بون وزين بون، بون على بون. ان ذا سباين بنلاقي في السباين بالبلفز في البروكسيمال فيمر في الابر لمبز اند شورت تيوبولار بونز اوف ذا هاند. اديشنالي ذير از ذا الاكسبريشن ده عايزين نحفظه، او يعني مهم قوي، يعني بينزل حتى في الام اس كيو، وهقول لكم برده بنشوفه فين تاني. ايرلين ماير فلاسك ديفورميتي، معلش الايه ايرلين ماير فلاسك ديفورميتي تايب 2 which is characteristic by absence of normal diaphyseal metaphyseal modeling characteristic of the distal femur في distal femur with abnormal radiographic appearance of tubercular of the distal of tubercular bone and alternating radiolucent metaphyseal band. الانهيرال في فلاسك بون deformities ده بتلاقي في الاخر كده في الفيمر من تحت، بتلاقي ان هي عامله اخده فلاسك شيب، وبيسموه بالاسم اللي احنا قلنا عليه ده. ده بنشوفه هنا في الاستيبتروسيس، في المالجنت استيبتروسيس، وبنشوفه برده في الانبيرن اورور في الجوشير سندروم، في الجوشير ديزيز، هو مش سندروم هو ديزيز، في الجوشير ديزيز اللي هو الجلايكوجين ستورج. خلاص يبقى ده ايه؟ الانهيرال. عليكم السلام، اتفضل. مش شايفه.
دكتورة شيرين؟ خلاص؟ The price and the early diagnosis of infantile of this infantile osteoporosis is important for management of complication, genetic counseling and timely institution of appropriate treatment. نملي هيماتوبيوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن بنعمله، هو ده بقى الحل بتاع الافوزيس مالجننت سندروم. هيماتوبيوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن which offers a characteristic treatment modulatory for considerable percentage of infantile osteobitriosis. يبقى ده المالجننت انفانتايل اوستيوبتريوس. شفنا الاكس راي بتاعتها وشفنا هو جاي جايبها ايه والفرق بينها وبين الاوستيوبوروزيس والاوستيماليشيا وبنشخصها ازاي. الحاله اللي بعد كده ده الطفل ده بالصوره دي this 3 years old boy has been presented with intractable seizures. What is the diagnosis? Mention two other skin problem. وده ايه؟ وده الايه؟ ما الاشليف برضو مع ايه؟ حد عنده رأي تاني؟ احنا المره اللي فاتت كان في حاله وكان فيها تيوبروس نيوروفايبروماتوزيس طيب 1 وطيب 2 واتكلمنا عنهم وقلنا ازاي نعمل لها كاركترستيك الكرايتيريا ازاي نشخصها. بيبقى فيها اللي هو الكافي اولي سبوتس وقلنا وقلنا تبع للسن قبل البيبرتي بيبقى الميجر كام وبعد البيبرتي وشوفنا بالتفصيل وكانت فيها ايه بالتفصيل. دي سايمون انت قلتي صح، ما تسيبتها على رايي. لا اصل انا مش بعرف شكلهم يعني انا عارفه. لا ما عشان هنا بقى انا عشان اوريك شكلهم بتفرقوا بينهم ازاي. ده ده طبعا تيوبروس سكلروزز وده فيها ايه انتركتبل سيزرز. هو يمكن برضو ايه انتركتبل سيزرز ديت بتيجي مع تيوبروس سكلروزز اكتر من من النيوروفايبروماتوزز صح؟ طيب دوت زي ما احنا شفنا ايه السكين ليجن ده اللي موجود هنا ده؟ الدياجنوز خلاص احنا قلنا تيوبروس سكلروزيس والسكين ليجن ده ايه والاذر تو سكين بروبلمز. عايزين برضو اتنين تانيين سكين درماتولوجي. احنا قلنا كده مع الاشليف برضو. ايوه بتعمل لي ايه انجيوفايبروما هنتكلم عنها دلوقتي. ديت برافو دكتوره اميره. ده شجرين باتش اوف تيوبروس سكلروزيس. الاذر هو فيها كذا طبعا كذا سكين مانيفستيشن وكذا مانيفستيشن كتير هنتكلم عنها برده دلوقتي. الاشليف هايبو بيجمنتد باتش اند كافي اولي باتشز. الكافي اولي باتشز برده بتبقى موجوده هنا في تيوبروس سكلروزيس وبيبقى لها يعني كاركتر معينه في النيوروفايبروماتوزيس اتكلمنا عنها المره اللي فاتت والميجر نوتز بتاعها زي ما قلنا بري بيبرتال او بوست بيبرتال. التيوبروس سكلروزيس بقى نتكلم عنه ده نوع من انواع كان بيسموه زمان اللي هو النيوروكوتينيا سندروم. از رير جينيتك كونديشن ذات كوز مينلي نون كانسرس يعني بناين تيومرز تو ديفلوب ان ديفرنت بارتس اوف ذا بودي. ونخلي بالنا من الحته دي هو ايه بناين تيومرز بيبقى موجود في in different parts of the body. The tumor most often affect الايه؟ شو بقى؟ البرين، السكن، الكيدنيز، الهارت، الايز، اللانجز. affect ونخلي بالنا برضو من الهارت لان كان في جاي سؤال وفي الزمان كل الحاجات دي كده السؤال ده من الزمان. بتاع اللي بيجي في الهارت ايوه انت خدت الفيرست؟ شكلك انت خدت الفيرست او بتذاكر في السكند. هو كنت بذاكر للبورد يعني مش للسكند بتاع الزمالك. مش البورد العربي؟ ما هم الاثنين واحد يا ماما. ما ما ضرب البورد والزماله هم الاثنين المذاكره بتاعتهم. اللي عايز ياخد بورد ياخد الزماله البريطانيه الزماله المصريه بس ما تقولش انا قلت لكم خدوا كل حاجه هي دي من انا بجيبهم من كلها مذاكره واحده كلها مذاكره هي دي بتتكرر هم اصلا بيكرروها.
خلاص يبقى. وفعلا الليله بقى واقفه عند حكايه الهارت دي، لان كانت جت حاله في الزماله فعلا، وكان فيها في الاوسكي، وكان مش فاكره انا شرحتها لكم ولا المجموعه قبلكم، بس انا شرحتها طبعا يعني. انا لو ما كانش ما لو ما لو ما كنتوش شفتوها ممكن وعدينا السلايدز بعد ما نخلصها لسه شويه يعني وما شفناهاش، يبقى فاكروني بقى اقول لكم عليها، او ممكن تيجي في الكلام دلوقتي، ممكن نتكلم عنها دلوقتي. وهنا بقى باختصار دوت ايه اللي عجبني دوت، بيلخص لي توبرس سكلروز، بدل ما نقعد تحفظ ايه كده نشوفها بالرسم او من فوق كده، يبقى فيه ايه الاول من النيورولوجيكال كورتيكال توبرز، وهنشوفه دوت، هنشوفه بيبان ازاي في الاكس في الايميجن في الاكس راي، وهنشوف احنا المره اللي فاتت برضو اتكلمنا على الايه في الاكس راي او الايميجن الكرينيال ايميجن، انتوا كنتوا حاضرين بقى بتاع الستيرج وبر، كانت الحالة ستيرج وبر، ده برضو نيوروكوتينيوس الستيرج وبر اللي كان فيها، فكركم بيها ترام لايك ابيرن، ترام تراك لايك ابيرن صح. طب كان فيها، كانت الصورة كانت ايه؟ كنا عاملين سي تي اكس راي. السؤال كان ايه؟ كان جاي ازاي؟ كان جاي في واحد جاي عنده صوره جاي هنا عندها جلوكوما، والصوره الثانيه كانت عندها ايه بورتوين نيفاس هنا، وكان السؤال قال ايه العلاقه بين الاثنين مع بعض، فكان ستيرج ويبر، وشفنا طبعا بالاكس راي بالسي تي بتاعته وكل حاجه، وكلمنا عنه بالتفصيل علشان دوت الكاركترستيك اكس راي بتاعته كان فعلا ايه ترام لايك ابيرنس. هنا الايه الكورتيكال تيوبرس عشان نشخص كل حاجه ازاي. يبقى كرينيال يبقى فيها نيورولوجيكال، فيها ايه هنمسكه كده من فوق لتحت، كورتيكال تيوبرز او سب ابندايمال جاينت سيل استروسايتوما، ده اختصارها يعني مش مشكله، ايبيليبسي انتريكتابل ديسابيليتي، او في عندي بقى ايه تيوبرس سكلروزز ريليتد نيوروسايكاتريك ديس اوردر، دي حاجة يعني برضو فاكرين برضو حاجة برضو كان فيه سندروم في روماتيك فيفر معها نيورو سايكاتريك ديس اوردر، وكان له اختصار معين، دي برضو اختصار النيورو سايكاتريك ديس اوردر اللي مع التيوبرس سكلروزز اللي بنسميها تي ار ان دي، يبقى تيوبرس سكلروزز نيورو سايكاتريك ديس اوردر. ادي خدنا احنا ماشيين من فوق لتحت، ده كده النيورو الاي عشان كده ريتينال تيومرز، احنا قلنا في تيومرز في كل بس بناين تيومرز، اللنج بعد ينزل لتحت شويه، في عند اللنج الليمفو ليمفانجيو لايو مايوماتوزز او مالتو فوكال نيوموسايت هايبربليزيا، ده الاختصارات بتاعها. ننزل للكاردياك، ودي اللي كانت الحاله اللي جت في الامتحان اللي هي ايه الرابدو مايوما، واحنا قلنا ده بناين تيوم، احنا في انه كل التيومرز بس بتعمل لي على حسب بقى الاعراض اللي بتعملها يعني، بس في ايه في الكاردياك رابدو مايوما. طب الرينال في عندي انجيومايوم لايبوما، وفي عندي رينال كارسينوما ميتاستاتيك، وفي عندي بوليسيستيك رينال ديزيز، دي بقى المهمه دي بوليسيستيك رينال ديزيز، بوليسيستيك رينال ديزيز وسيمبل مالتيبل سيستس، زي ما انت قلت برضو يبقى فيها سيستس كتير في الجسم حتى كمان. في الكيوتينيوس بقى احنا في عندي ايه فيشيال انجيو فايبروما، وهنشوفها دلوقتي. ما هو قال لك ايه هو قال في السؤال ايه السكن ليجن ده وايه الدياجنوز، وقولي لي اذر تو سكن مانيفستيشن، فاحنا هنشوفهم دي الاسماء وهنشوفها دلوقتي، الفيشيال انجيو فايبروما والهايبو ميلانو ميلانوتيك ماكيولز وانجوال فايبروما، برضو هنشوفها الانجوال فايبروما والشجرين باتشز، احنا شفنا الشجرين باتشز اللي هي كانت جايه اصلا في الحاله خلاص. يبقى تبقى نرجع بقى تاني بقى للايميجنج بتاعها، ادا تيوبرس سكلروز، ادا الكورتيكال تيوبرس في بتاع تيوبرس سكلروز، يبقى ده ايه الايميجنج البرين ايميجنج بتاعها يعني بالسهم، مش محتاجه ان انا يعني اشاور عليه بالسهم، هو باين قوي ماشي. وده مالتيبل كالسيفايد سب ابندايمال نيديولز، مالتيبل كالسيفايد سب ابندايمال نيديولز، على فكره دوت ممكن ان احنا لو فاكرين الكونجنتال انفكشن كان في يعني هي ممكن بتتلخبط لي، ممكن نلخبط في البرين ايميجنج بينها وبين حاجه في الكونجنتال انفكشن، بس طبعا مع
بنشوف بدقه الاكس راي او الـ او السي تي بتاعها، وبنشوف السيمتوماتولوجي بتبقى مختلفه. في الكونجنتال انفكشن ايه اللي بيجي لي؟ بريفنتروكلر كالسيفيكيشن، سيتوميجالو فايروس. لكن الانتر اللي هي توكسوبلازموز تبقى ايه؟ سكاترد كالسيفيكيشن. ودي مهمه قوي قوي عشان افرق حتى بالاكس راي بين السيتوم في الكونجنتال انفكشن، بين السيتوميجالو فايروس وبين التوبرا وبين التوكسوبلازموزيس. توكسوبلازموزيس يعني ايه؟ بتبقى ديسكاترد. سيتوميجالو بيبقى واقف كده على ايه؟ بيري فنتروكلر كالسيفيكيشن. يبقى ده تيوبرا، ده تيوبراس او سب ابندايمال نيديول كالسيفايد. شايفينها ان هو ايه؟ في برضه حوالين الفنتريكل، ده حوالين الفنتريكل. وده الشجرين باتش هو نفس الصوره، بس لو كانوا هم مكبرينها في الصوره اللي كانت جايه في الامتحان اللي احنا شفناها دلوقتي. يبقى ده الشجرين باتش دي اسمها ايه؟ اسمها اورانج بيل يعني ابيرنس. زي ايه اورانج بيل ابيرنس؟ زي ما بتعملي بتقشري بالبرتقان، قشره البرتقان يعني، زي قشره البرتقان. طب ده ايه؟ ده الاش ليف بقى سبوتس، شايفينه ده؟ يبقى كده انا بقول بك بقى شوف الصور بتاعت ايه؟ الدرماتولوجيكال ساين اوف تيوبرس سكلروز. ده الاشليف سبوتس. وده الانجيوفايبروما سيبيشياس ادينوما، اللي هي ايه؟ سيبيشياس ادينوما. مركزين فيها، ما نلخبطش بينها وبين الاكني. هي هتفرق لي، هتيجي بالسيمتوماتولوجي دوت درماتولوجيكال ساين، لكن هتيجي بالسيمتوماتولوجي ان هو ايبيليبتيك انتركتبل سيزورز. لو في الطفل انفانتايل يبقى عندي انفانتايل سبازم، دوت برضه بتيجي مع تيوبرس سكولوروزز. وبالمناسبه بقى انا كنت قلتها ولما قلتهاش انا حزعلت، الانتركتبل سيزورز حتى لو في الحضانه. ايه يعني؟ احنا كده احنا قلنا بنمسك الحاجه بايه؟ باي الكلينيكال بيكشر، باي انفستيجيشن، باي مانجمنت. ايه الكوزز لو كان عندي حاله في يعني حتى لو جايه في الحضانه لسه؟ انتركتبل سيزور يعني، وخدت تو انتي كونفولسنت ويز نو ريسبونس. انت حضرتي؟ حضرتي؟ قولي بقى يا جهاد من الاول. مش للدرجه دي، انت هتخلوني اعمل ديبريشن. يا دكتور محمد مين اللي حضر؟ طب ما نقول بقى من الاول. احنا قلنا انا ما بقولش ند ايه من الاول، بقول ايه اول حاجه احنا مسكناها؟ باي كلينيكال بيكتشر او السيمتوماتولوجي بتاعها، باي مانجمنت او الاسباب الكوزز بتاعتها ايه الاول ممكن يكون ايه، وبعد كده ايه؟ باي انفستيجيشن هعمل لها ايه، وبعد كده مانجمنت. انا لو عرفت الاسباب مش هحفظ لا انفستيجيشن ولا مانجمنت. ليه؟ هحطها في دماغي كده في برواز، يبقى دي هعمل لها كذا وحدها كذا، انفستيجيشن كذا وحدها كذا، انفستيجيشن خلاص انا مش عنها. فقلنا ممكن يكون اول حاجه لان هو انتركتبل سيزور قد ايه؟ مش قد ما قد ايه دي في الاخر؟ ممكن يكون الجلوكوز والالكترولايت والحاجات دي والاي سي تي والايميجنج والحاجات دي كلها بنعملها، وكل برضو حاجات الامبر اورال بنعملها الميتابوليك انتركتبل سيزورز. ماشي؟ طيب هي مش بتخف، بتاخد اثنين انتي كونفولسنت وما بتخفش. يبقى دوت تتوقع ان ممكن يكون ايه؟ بايرودوكسين. نبقى نمره واحد كده، بايرودوكسين ديفيشنسي او بايرودوكسين ديبندنت. وده زي ما انت قلت كده، عامه انا بديه في اي حاله انتركتبل سيزور اول حاجه بديها البي 6، البي 6 بايرودوكسين بي 6 على طول. هو ده نمره واحد. طيب بعد كده ممكن يكون ايه؟ فولونيك اسيد، فولونيك مش فوليك اسيد، فولونيك اسيد. عشان كده برضو بعديه بالفول الفولونيك اسيد بالجرعه اللي قلت لكم عليها 3 مللي جرام. وبعد كده ممكن يكون ايه؟ بايوتين ديفيشنسي، اللي هي البايوتودينيز ديفيشنسي، اللي هي ايه؟ هولو كاربوكسيليز او هولو كاربوكسيليز ديفيشنسي. ده انا بديها تبع الامبرن اورال. البايوتودينيز ده انا بديه البايوتين وبديه 10 مللي جرام اورال، مش بركي جي، بديه كده على طول حتى لو انا سسبكت من قبل ما اعمل الانزيم. طبعا هو كونفيرمد ان انا بعمل الانزيم، وقلت قلت لهم ادوا لها البيوتين. ما هي بقى بتقف في الكتاب، في كتاب مورب بتاع
ابيسود كونفالشن يعني، جت مره ودخلت معانا العنايه ومامتها ماشيه على البالتين وكبرت على المكنه معانا كده وتحسنت على البروتين. اه جدا. دي تقريبا الحاله رقم 2 في الكتاب بتاعي، في مش الكتاب هنا ولا حد ولا اتاخد زي بتاع العنايه. لا موجود بتاع. طيب ماشي، يبقى ده البيوتين. حتى انا مش هستنى لما اعمل الانزيم اسيل، انا مش هيضر لو ما كانش هو مش هيضر. يعني مثلا واحده جايه لي بانتركتبل سيزر واديت البيوتين ما عملش حاجه، اديت النكاس ما عملش حاجه، حد البيوتين ما قولش اه ده ما انا متوقع يعني ممكن يكون مع انتركتبل سيزر والوبيشا زي ما انت قلت فعلا دكتوره اميره، الوبيشا واذر مانفستيشن. طب طيب ده دوت كله دوت بالكلينيكال، مش هستنى لما اعمل كونفيرميشن بجيناتيك او بي او بالانزيم حدي وبعد كده اعمل. يعني حتى مجرد ان سسبت ان هو مش هيضر عشان ما انا ما ادهوش. طيب ده بالحاجات اللي هي ايه اللي احنا وبعد كده قلنا ممكن يكون في ايه. لا لا ما هدي دي ما هدي ما احنا دي الهايبوكالسيميا والالكترولايت والجلوكوز، ما انت ما انت ما انت معاك. لا 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 ما هي مش هتبقى انتراكتور، ما انت هتدي لا انت كونفلسنت هتخف. اه الزلوجر احنا فاكرين لما قلنا بنعمل فيري لونج تشين فاتي اسيد، فيري لونج تشين فاتي اسيد، وكانت الحاله والله فيري لونج تشين فاتي اسيد. الحاجات دي صعبه قوي ان هي تفضل يعني الواحد يفضل في الذاكره بتاعته. يعني انا اصلا لسه مذاكرهم قريب مش من بعيد ولا حاجه، بس فعلا الواحد بعد عارفه عشان كنت يروم لوحدك عارفه لو هنا كده وده قال وانا غلطت وانت صححتي لي وده غلطت وقال كلمه قال لا ده مش كده ده مش كده هتنتهي، لان انا شرحتها كذا مره وكان في عندنا حاله في الحضانه وعملت لها ديسكشن واحنا في الحضانه. الفيرو لونج تشين فاتي اسيد وقلنا اي حاله، ودي دخلتني بقى حاله بقى مش حتى في النيوبورن لما يكون حاله كبيره. يا جماعه اللي هو انا شرحت الانجيو بس ما كانش فيها دي خالص، كان فيها سيانوزز والريسبيراتيف ديستريس والاب مات بسره والابن كان الواد جاي بجد. ايوه اللي كان فيها جلوكوز قليل في السي اس اف. ده الجلوكوز قليل في السي اس اف دوت من الديفرنشال اوف انتركتبل سيزر اللي هي اسمها ايه ترانسبورتر جلوكوز ترانسبورتر ديفيشنسي سندروم. جلوكوز مش انجيو، الانجيو دي بقى انا شرحتها في كذا حاله حاجه ثانيه خالص مش انجيو نهائي. ده دوت كنت لسه برضه هقولها، ده غير الفيري لونج تشين فات اسيد اللي انا بعملها عشان ايه، وخاصه لو هو ميل وجاي لي في السكول ايج انتركتبل سيزرز لازم اعمل له ايه فيري لونج تشين فات اسيد علشان تو اكسكلود الاكس لينكد ادرينوليكو ديستروفيز. طب حضرتوا معايا ازاي افرق الادرينوليكو ديستروفيز لما قلنا ان هو بيبقى أربعة ام ار اي كده، وان هي لو هو بتاخد اليو فايبر حضرته الاكس ري حضرهاش والله ما غوري فين هقول اكيد حضرتها بجد، لو ما حضرتهاش اشرحها تاني اقفل على ده واشرحها تاني ما حضرتهاش فعلا. طب هخلص ديت وهقفل الفايل ده وهجيبها، بس هخلص دي اول فقرين يعني خلاص. يبقى دي المهم ديت دي انجيو فايبروما مش انجينيوريتك اديما، دي لها بصي لها سومتوماتولوجي تاني وحاجه تانيه خالص بعيده خالص ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله ده ماشي. يبقى ده الانجيو فايبروما زي ما قلنا او سبيشس ادينوما، وده البيري انجوال فايبروما. شايفين ايه ده عامله ازاي بيري انجوال فايبروما، ده كل ده في السكين مانفستيشن وكان عايز اتنين بس احنا جبنا له كذا حاجه اهو. يبقى ده لا هو بيشتكي من هايبوجلايسيميا والويت بتاعه بالنسبه للاكسبكتد ايج افكتد وبور فيجن. اه وبور فيجن مينلي ات نايت. الحالات دي احنا كنا بنشوفها واحنا نواب زي ايه زي الجاسترو انترايتس كده، كل في النواطشيه تلات اربع حالات. ايوه يعني هي دلوقتي طبعا مع الكوشكر المرزمز ده كنا بنشوفه واحنا نواب يعني
الحمد لله ما في حالات كثير الحمد لله، والروماتيك فيفر ده كان على طول وقت كان طبعا الحمد لله في يعني. يبقى ده كده هو شوركر. والبور فيجن ات نايت نتيجه لايه؟ فيتامين اي ديفيشنسي از كومون، دي يعني حاله بتيجي كده يعني ايه هديه يعني من ال... طيب والحاله دي ده 7 سنين، ده الايه ده بيشتكي من هايبر تنشن واديما. احنا شايفين ده ايه ده؟ What is the most important investigation؟ وما ده وما ده في تحليل البول في اليورين اناليسيس كان في كده. دي ال ده القاست. دي القاست، دي القاست. لا مش سندروم اللي هي بوست اللي هي الجرومينونفرايتس نفرايتس. طب ايه اللي مهمني في الموست كومن انفستيجيشن اللي هعملها له ايه؟ دي الحاله نازله في كل الصور دي نازلين في الامتحان يعني. يبقى دي الصوره دي كانت ار بي سي سكاست في الاكيوت جلومينونفرايتس اللي يهمني نعمل كومبلمنت 3 ديكريس في حالات الجلوموريو نفرايتس. طيب الحالة دي the child is moving his arms much better than legs. What is the most common reason for this condition? في ايه في حالة ايه؟ ده spastic diplegia CB scissoring of extended legs and almost normal arm. هو هنا هو كان عايز ايه بس مش هعرف اقلب الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منه. ده البيريفنتروكلر ليكوماليشيا ان سيفير بريماتشورتي كومبليكيشن يعني ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل مع السي بي نتيجه الهايبوكسيا، ما اصلا بيبقى فيه هايبوكسيا وكده يعني فبتاثر لي وبتعمل لي ايه بيريفنتروكلر ليكوماليشيا خاصه في البريماتشور، هنشوفها بعد كده ان شاء الله. طيب الحاله دي سهله ايه؟ ايوه ده بتاعت ايه؟ بل ايه؟ هنشوف دلوقتي هي ديوتنا ولا بايلوريك كويس قوي. دي دبل بابل تبقى دي دبل يبقى ديودينال اتريزي زي ما الدكتور محمد قال دبل ديودينال اتريزي. امال ايه حكايه بقى؟ هنشوف دلوقتي الكونجنتال ادينال هايبر اللي قصد البايلوريك ستينوزيس. دي بابل دبل بابل في ايه؟ ديودينال اتريزي يعني نفتكرها بدي دي دبل دي وديودينال دي دبل بابل في حالات الداون والكوميونيكيشن اوف داون ايه اللي بقولها يعني كتير يعني بكون بنشخصها او بنجمعها في كلمه ايه ومنها ديون الاتريزيا كنا بنجمعها في كلمه ايه الداون. فاليديت فاليديت الفي ايه في اس دي الايه ايه؟ انا اول مره اقول الاختصار ده قدامكم والله انا بقوله كتير، ده انا حاسه ان انتوا بتزهقوا مني بس الاشكال بتختلف بس انا بقوله وبكرر عشان تفهموا. فاليديت فاليديت الفي في اس دي الاي عندي 2 اي في الداون. الاي اللي احنا يعني اللي هي معروفه الزهايمر في الاولدر شويه في الاولدر بيجي لهم بريماتشور الزهايمر الداون بيجي بريماتشور الزهايمر يبقى اول اي الزهايمر. تاني اي مهمه جدا وفي عندنا حاله هنا داون في مش عارفه مين كان بيمر معايا بيقول لي رقبتها انت يا جهه اتلانتو اكزيال انستابيليتي اتلانتو اكزيال انستابيليتي والحته دي بعمل لها كومنت شويه علشان هي مهمه قوي تعرفوها للبيشنت او للبيرنتس علشان لو الطفل الدوت ده اتعرض لاي انستيزيا مثلا هيعمل حتى سيمبل اوبريشن التونسيلكتومي او اي حاجه هيضطر ياخد فيها انستيزيا بيبقى ليها سبيشال بوزيشن الاتلانتو اكزيال انستابيليتي. وبتيجي برده مع في حالات تانية بنعرضها زي الميوكوبولي ساكرايدوزز وحالات البون الاكوندروبليزيا. فده بنقول اي حاجه يبقى فيها في السيرفايكال سباين عشان الموبيليتي بتاعها بيبقى لها وضع معين في الانستيزيا فلازم نعرف
هلا وهي دخلت اوبريشن يعني بنعرفهم بس از انستراكشن عشان ياخدوا بان از البروكيشن دي، لو اتعرض لاي انستيزيا بيعرفوا بس دكتور التخدير ان هو عنده كذا علشان يخلي باله من البوزيشن، لان طبعا البوزيشن بيفرق. حتى في السي بي ار ما كنت بشرحها الكارديومونري ريسسيتيشن كان لها سبيشال كاتيجوري. يبقى الايه، خلينا نرجع تاني لكلمه فاليديت، خلاص الفي والاي احنا قلنا اتنين خلاص، فالي ال ايه لوكيميا، فالي اي الاي ايه اميون ديفيشنسي، فالي دي الدي بقى زي ما الدكتور محمد قال ديودنال اتريزيا، دي بتدخلني بايه يعني، دي بتفكرني الدي ديودنال اتريزيا عشان تفكرني بالجاسترو انترايتس بالجي اي تي بالجاسترو بالجي اي تي. في منها بقى ديودنال اتريزيا طبعا او ستينوزز، في منها الهيرش سبرينج ديزيز، ممكن يكون برضو الانال ستينوزز بتدخلي ايه الدي برضو من مع الدون، هي كبيره شويه الدي لها حاجات كتيره شويه غير الجي اي تي. يبقى الديفنس يبقى برضو مع الدون الديفنس، يبقى ده ايه، والدي برضو معاها الدايابيتس. الدايابيتس يعني ايه يعني، بس الكومن دي الاتريزيا دي بقى لها حاجات تانية فرات تانية. فاليديت ديت الايه التانية احنا قلنا اتنين ايه، اول ايه قلناها يبقى لا اما الزهايمر لا اما اتلانتو ريسبتي خلاص. التي دي بقى السايرويد، سايرويد ابنورماليتي، سايرويد ابنورماليتي طبعا مينلي هايبو سايرويدز، مي بي هايبر لكن مينلي هقول سايرويد ابنورماليتي سواء هايبر او هايبو، لكن مينلي مع الدون هايبو سايرويدز. عشان كده مع حالات الدون لازم نعمل سكرين ايه للتي 3 والتي 4، وبرده حالات الديابيتس هنا في حالات ديابيتس دلوقتي بالهبل بتعملوا ايه؟ ايوه والسايرويد، يعني كل حاله بتتعملها كده يعني، الواد لو دوت لو شفت حل في العنايه اللي مكتوب لها كده طب تمام هو دوت. بس الاي بقى اندوكارديال كوشن ديفيكت اللي هي كومون اي دي اي في كانال، يبقى ده ايه في بالنسبه للداون. نيجي بقى هنا علشان حكايه دبل او بابل، في عندي دبل بابل، في عندي سنجل بابل، في عندي تريبل بابل. احنا قلنا دبل بابل هي ديورنال اتريزيا او ستينوز، دي دبل بابل اهي. اللي فوق ده ايه؟ ده سنجل بابل، شايفاه؟ سنجل بابل ده ايوه دي بقى ايه في الشيبس اللي احنا بنسميها ايه كونجنتال هايبرتروفيك فايلوريك ستينوزز شيبس، اختصار على طول يبقى شيبس، يبقى كونجنتال هايبرتروفيك فايلوريك ستينوزز تبقى ايه وان بابل او سنجل بابل. التريبل بابل او اكتر تبقى مع الديودنال او الاليال اتريزيا اهي، زي ما احنا شايفين الحاله اللي تحت دي فيها ايه تريبل بابل اكتر، يبقى جيوجينال هاي اوبستراكشن تبقى فيها جيوجينال اتريزيا، يبقى ده الفرق بينهم. طيب الحاله دي والحالات ديت بقى بنشوفها كتير، مع انه الفوليك اسيد دكاتره النساء واحنا بنقول نستراكت عليه، لان الفوليك اسيد دورنج بريجنانسي او قبل ما تبقى بريجنانت بثلاث شهور بننصح بيه، قبل ما تبقى لو هي لسه متجوزه يبقى قبل ما تتجوز بثلاث شهور، لو هي اللي متجوزه وبليند فور بريجنانسي بتقول لها قبل ما تبقى بليند فور بريجنانسي بثلاث شهور تاخد ايه الفوليك اسيد، واثناء البريجنانسي تاخد برده كل الفوليك اسيد عشان ايه النيوروتيوب ديفكت. ومع ذلك انا بشوفها كتير اليومين دول، يعني بنشوفها كتير قوي مش عارفه يعني ايه بالظبط. ما من قبل الكونسبشن بثلاث شهور، ما انا بقول لو هي لسه ما اتجوزتش بنقول لها قبل ما تتجوزي قبل الفرح بثلاث شهور خد الفوليك اسيد، يعني قبل الكونسبشن بثلاث شهور لو حصل حمل على طول. لو هي متجوزه وبليند فور بريجننت يعني عايزه تبقى بريجننت، نقول لها قبل مثلا حتى لوب او اي حاجه، قبل ما تبقى بريجننت تاخد ثلاث شهور اول فوليك اسيد، بعد كده تاخده اثناء الديورنج بريجننسي على طول، وخاصه ديورنج اول ثلاث شهور كمان، يعني بنديها حتى لاخر البريجننسي ما فيش منه مشكله. فمش عارفه فعلا الظاهره ديت شايفاها كتير، الهيدروكيفلس والنيوراتيوب ديفكت. يبقى ده ايه what is abnormality what is the syndrome diagnosis ده ايه ولا ايه داندي ووكر او ايه لارنولد كياري كويس قوي. هو ده مع الهيدروكيفالس وبيبقى فيه له اسباب، بيبقى فيه داندي ووكر او الارنولد كياري هنتكلم عنهم بالتفصيل برضو في الموضوع بعد كده. طب دوت ايه ده عندي ده ايه
ده انكفال وسيل، ده انكفال وسيل، يعني ده مش هيدروكيفلس، ده فيه انكفال وسيل. بيبقى معاه بقى حاجة تانية، السندروم دوت هنتكلم عنه، مين اللي بيبقى فيه عندي هو سندروم، بس هو ده مش هيدروكيفلس، ده انكفالوسيل. انكفالوسيل الارنولد كياري والدانتي ووكر، ده هنفرق بينهم لما نيجي نتكلم على الهيدروكيفلس، ومعاهم برضو نيورال تيوب ديفكت من الجوبيل وسيل، يبقى دي دايما مع ايه؟ مع الدانتي ووكر سندروم. بس ده مش هيدروسيل، ده هيدروكيفلس، انا عمال اقول هيدروسيل وهيدروكيفلس، هيدروكيفلس يا جماعه مش صححوا لي، بس هيدروكيفلس ماشي. ده انكفاله سيل، ده انكفاله سيل، يبقى ده السندروم ده انكفاله سيل، ده في ايه؟ ميكل جرابر سندروم، ده بيحبوه في الزماله. ايه بقى حكايه الميكل جرابر سندروم؟ ميكل جرابر سندروم هو اسم غريب شويه، ده يا دكتوره جهاد كان في حاله انكفال وسيل، الصوره بتاعته كانت انكفال وسيل، وكان بيقول ايه السندروم ده، فده الوقت هنتكلم عنه بالتفصيل. ده اسمه ميكل جرابر سندروم، وده فعلا بيحبوه في الزماله، ميكل جرابر سندروم، ميكل جرابر سندروم. الحاله دي كانت نازله، شوف احنا جايين ايه دوت، فيها انكفال وسيل ماشي، فيها انكفال وسيل، وفيها ايه كمان؟ جاي الطفل كده ودماغه من ورا كده، ودماغه من ورا اهي، دي كيسز، دي جايه كيسز، جايه انكفاله سيل، يعني هو دماغه من ورا. طبعا هو حتى بالنسبه اللي حضر معايا النيونيتال ريسسيتيشن، في سبيشال ريسسيتيشن لحاله المنينجا او الانكفاله سيل، ريسسيتيشن يعني بالنسبه على ظهره ديت مش المهم، هي ده انكفاله سيل، اهو دي نفس الحاله انكفاله سيل وجايه لي بالمنظر ده. ده ايه؟ ده جاستوتشيزيس؟ لا ده مفيش ابدومينال وورد افكت، هو الجاستوتشيزيس او الانفالوسيل بيبقى ايه؟ ابدومينال وورد افكت زي البرومبيلي. البرومبيلي بيبقى ابدومينال ماسكولار ديفكت، مش هلاقي المسل وهلاقي ان هو شكله ايه زي التجاعيد كده، بلاقي البريستاليز حتى شكل اللوب بتاعه الامعاء موجوده. انا شفتها معايا البرومبيلي، شفتها معايا، وكان هنا في الحضانه، هو نفس تيبيكال ده ابدوم، ده بقى ايه؟ ابدومنا الماسكولار ديفكت البرومبيلي، لكن الجاستوشيزز والانفالوسيل ده ابدومنا الوورد ديفكت، هي مش دي ولا دي. سيفير ديستنشن، ايوه دي، وبعدين لدرجه ان هي عامله لي، شوفي يعني المنظر ده مع الانكفالوسيل، ده بقى اللي احنا بنسميه ايه؟ الميكل جرابر سندروم، اللي بقول لك نحفظه ما بيحبوه، او حتى لو شفناه احنا لان هو اسم غريب مش مهم الاسم، بس اعرف الانكفال وسيل ممكن يكون معاه ترياد، وعشان كده بعمل ايه حاجات سونار علشان يبين لي الكيدني فانكشن، وبيبقى ديت فيها ايه؟ سيستيك كيدني، هنشوف دلوقتي الشرح بتاعه. ده انكفال وسيل ده عباره عن ايه؟ نيورال تيوب ديفكت، يعني ممكن يكون بالمنظر ده، ممكن يكون بالمنظر ده، ممكن يكون بالمنظر ده، بس هو في الاخر في الغالب بيبقى في مع الميكل جرابر، بيبقى ايه؟ في الانكفال وسيل اللي احنا شفناه. هو ده بيبقى ده نيورال تيوب ديفكت، طبعا هو بيشرحها ساك لايك بروتروجن اوف ذا برين اند ذا ميمبرينز ذات كفر ات ثرو اوبننج ان ذا سكال. ذيس ديفكت ار كوزد باي فيلير اوف نيورال تيوب تو كلوز كومبليتلي، يبقى ده نتيجه الفيلير اوف نيورال تيوب تو كلوز كومبليتلي ديورنج الفيتال ديفلوبمنت. هما هنا جابهم الصورتين اهو، الجرابر الميكل جرابر بقى ده رير اند ليسال اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، ده جيناتيك اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر كاركترستيك باي اوكسيبيتال انكفالوسيل، هنا اوكسيبيتال انكفالوسيل، يبقى ده حاجه فيها عندي اوكسيبيتال انكفالوسيل. بوست اكسيال بوليداكتيلي، فين البوست اكسيال بوليداكتيلي عند البولي عند البوست اكسيال والبيري اكسيال؟ البيلي اكسل بتبقى تبع مع الريديوس الار ار، يعني كنت لما كنت بذاكر في الزماله عشان افرق بينهم، يعني هو الار يبقى الجهه ناحيه الريديوس، والثانيه البوست اكسل الناحيه الثانيه، يبقى ده بوست اكسل بولي داكتيلي اند باي لاترال ديسبلاستيك سيستيك كيدنز، وهي اللي عامله لي بقى المنظر ده، يبقى ايه؟ باي لاترال ديسبلاستيك سيستيك كيدني، ات كان بي اسوشيتد ويز ميني اذر كونديشن،
Antenatal ultrasound examination establish the diagnosis by identifying the at least two of the major feature described اللي هو الميكلز جرابر سيندروم. الكونديشن دي بيلونج لحاجه اسمها سيليو باسز، سيليا فين السيليا؟ في الاجيلا والسيليا دي بتبقى تحت جروب اسمها سيليو باسز، سيليو مش سيليا، سيليو باسز. Category of the disease thought to be caused by dysfunction of the cilia and flagella. البوليسيستيك عندي بوليسيستيك ليفر وكيدني ديزيز، دي بقى الحاجه اللي تبع السيليو باسز، بوليسيستيك ليفر وكيدني ديزيز والبريدت بيدل سندروم والجوبرت سندروم واند اولسو بولينج تو ذا سيم جروب. الترياد اللي هتشخص لي او الموست كومن الميكل جرابر هي اوكسيبيتال انكيفالوسيل ولارج بولوسيستيك كيدني اند بوستي اكزيال بوليداكتيلي كاركترستيك للزيس سندروم. السيستيك ديسبليزيا اوف ذا كيدني هي الموست كومن كونستانت اند كاركترستيك فيتشر اوف ذيس سندروم. يعني ما بكتفيش بالانكيفالوسيل، لو لقيت معاه يعني اعمل معاه سونار اشوف الكيدني اخبارها ايه، او اللي هو جالي اوريدي بالمنظر ده يبقى طبعا نعمل طبعا نشوف الكيدني هي سببها المالتي سيستيك كيدني ديزيز. اسوشيتد ابنورمالتيز معاها ممكن الاقي معاها اورال كليفتنج او جينيتال ابنورمالتيز او سي ان اس مالفورميشن انكلودنج داند ووكر والارنولد كيالي مالفورميشن، ده ممكن تكون اسوشيتد معاها الداند ووكر او الكيالي مالفورميشن اند ليفر فايبروزز. الكاردياك ليجن لايك اتريال سيبتال ديفكت او كواركيتيشن اوف ذا اورتا اند بالمونر ستينوزز مي بي بريزنت. طب دي بقى نقلب على حاجه تانية، ده 11 سنه تشايلد هاز ا كرونيك ديفيكالت تو تريت سكين كونديشن، دي كرونيك وديفيكالت تو تريت، مش بتخف، صعب ان هي سكيبز ما دوت. وبعدين الكلمتين اللي تحت دي اصلا في الامتحان جايه كده، ده السؤال ده من الامتحان، السؤال ده من الامتحان. احنا كنا اتكلمنا عنها بس يمكن ما كنتش بنص صورتها، كنا اتكلمنا عنها في الفايلات اللي قبل كده وكانت فيها ساين ثانيه، كان جاي بقى في السؤال في الامتحان ثاني في نفس برضو المجموعه دي كان جاي من الساينز الثانيه بتاعتها، فاحنا قلنا الساين دي والساين دي اللي حضر معانا ممكن يفتكرها. ايه؟ ايه؟ مش سامعه والله. لا قول لايم ديزيز؟ احنا قلنا اللي كان سيما كورني كانت بتبقى عامله زي اللي ايه؟ كنا شفناها برضو زي التارجت كده مدوره وحواليها زي التارجت بالظبط، اسمها ريسيما كورني كانت بتاعت اللايم ديزيز. ريسيما كورنيكا. اقول لك الساين الثاني عشان تفتكريها؟ ما انا لو قلت الساين الثاني هبقى قلت اللي هبقى قلت لكم الاجابه. طب سبيست ساين، الساين الثاني سبيست ساين. سبيست او يو اس لو انت بتقراها بقى باي كلام، بي تي اخرها زد. او سبيست ساين. معقوله ما كلكم مش حاضرين يعني كل مره تحضروا بيحضر ناس ثانيه؟ حضرتها معايا يا دكتور ولا لا؟ اسبست الساين دي اللي هي لما تيجي بتعملها في الليجن بتروما باقل تروما في واحد بيبليد والتاني بقى نيو ليجن بيصهر، لكن ده بيبليد. كانت الصوره الاسبست الساين كانت جايه هو بيبليد بيبليدنج، يعني الليجن عمل له الانفكتيف اندوكاردايتس دي احنا شفناها المره اللي فاتت. قولي الساينز بتاعتها عشان ما ايه؟ ايه؟ ما هي الساينز بتاعت الانفكتيف اندوكاردايتس ولا روماتيك؟ الانفكتيف اندوكاردايتس. انا قايلها المره اللي فاتت انا فاكره. لا الدكتور محمد ما كانش حاضر. المره اللي فاتت القبل اللي فاتت كان بساين والمره اللي فاتت كان منها بساين ثاني، ولا لسه هتيجي دلوقتي؟ احتمال تيجي دلوقتي مش عشان بس المره اللي قبل فاتت ايه؟ والمره كان فيها ايه؟ كان جاي فيها ايه؟ انا فاكر ان هم
سبلنتر هومرج اللي تحت المايك ووصل نديورز وجين واي وجين واي ليجن وفرقنا بينهم ده بتاع الانتوكارديتس. لكن ده ايه؟ وبعدين كان يجيب لي ايه شكلها، قال لك ايه اللي كان فيها الكوتش او يعني الهيجن كان فيها ده ده السؤال ده يعني او تبع الدرما برضو. اصل في درماتولوجي لنا للاطفال دوت، احنا يعني احنا ما في درماتولوجيكال في الاطفال. اي سورايزس بتي بالساين دي بقى غير الاسبست الساين دي ايه الكوبنر ساي فينومينا. في كوبنرز فينومينا سورايين سورايزس الكوبنرز فينومينا الفيرد توزا ايمرج الايمرج الايمرجنس اوف نيو سوراتيك ليجن ان ذا هيلث سكين ريجون فلوينج ان انجري او تروما تو سوريتيك بيشن. الثانيه من اقل تروما بيديني ايه بليدنج اللي هي الاسبستس ساين دي، من اقل تروما بيديني ايه نيو ليجن، تلاقي نيو ليجن ظهر ده الفرق بينهم. دول الاثنين في السورايزز، وده الفرق بين الاسبستس وال طيب describe the abnormality what is the commonest inherited condition في اليو كي. ايه الانورمالتي اللي احنا ظهرنا اللي احنا شايفينها دي؟ هو اكيد طالما وصلنا ل 19 يبقى هو كان جاب السيستيك فيبروز قبلها ولا هيجي في الامتحان الثاني؟ كلمتكم عن كده على السيستيك فيبروزس لما كانت جايه بريكتال بريكتال برولابس، كلمتكم عن كده قبل كده عنها. يعني هو مره جابها بريكتال برولابس ومره جابها بايه بالنيزل بوليب. يبقى دوت الانهيرتد هو طبعا السيستيك فيبروزس ده نيزل بوليب، والانهيرتد كونديشن هي السيستيك فيبروزس. طيب هنا بقى انا كنت عايزه يعني اكبر عدد كده، ما عادش حد هيجي تاني، صعبان عليا بصراحه يعني مفيش حد هيجي تاني خلاص. لان الحالات دي بقى يعني اذا كنا مثلا سيستيك فيبروزز رير بس بنشوفها مش عايزين ان هي تبقى مس مننا، بس الحالات دي ممكن تيجي يعني اكتر ممكن، وخاصه الدكتور بهاء كلمكم عن الاكس راي المره اللي ده يعني لازم يعني اي بي سي يعني تكون عارفين الاكس راي النورمال والابنورمال بتاعها والديزيز بتاعتها. فالحاله دي ده 3 سنين اولد تشايلد ويز انكريزنج ريسبيراتوري ديستريس سينس بيرث. هو عنده 3 سنين ومن سينس بيرث هو ايه ريسبيراتوري ديستريس ده كتيره يعني. وات از ذا موست ليكلي دايجنوزز وات از ذا فاليو اوف برونكوسكوبي. احنا شايفين ان ايه؟ انتوا لسه شارحين بقى، الدكتور بقى شرح الاكس راي المفروض تكونوا عارفين بقى دي فيها ايه. بنسميها ايه؟ وجيتال ايه؟ قولوا كده؟ ادي النموذج. لو النبي ما تقوليش كده، ده انا لسه شرحتها معاكم ولا لا؟ الكونجنتال ادينوماتويد مورفو مش بتبقى بالمنظر ده؟ الكونجنتال ادينوماتويد مورفو مش بتبقى لا اما سيست كبيره لا اما مالتي سيست. مالتي سيست وقلنا بنفرق بينها وبين ايه؟ اكتر حاجه بنفرق بينها وبين ايه؟ الديفراجماتيك هيرنيا. الكونجنتال ديفراجماتيك هيرنيا وعرفنا بنفرق بينها بايه؟ بالاكس راي، بايه؟ طبعا بالسي تي وكده بتبين لي ديت هيرنيا او كونجنتال ادينوماتويد مالفورميشن. وقلنا الاسم الجديد بتاعها ايه؟ اللي هو سيبام كونجنتال بولمونري ايرواي مالفورميشن. كونجنتال بولمونري ايرواي مالفورميشن هو ده الاسم بتاع الكونجنتال الجديد بتاع الكونجنتال ادينوماتويد مالفورميشن. بس احنا يعني عامه كده هي في السنة على طول اتعودنا عليها، لكن تعرف برضو الاسم الجديد بتاعها. اللي قلنا بنفرق بينها وبين الايه؟ وبين الدفراجماتيك هرنيا بايه؟ طبعا السي تي بيفرق لي، لكن قبل حتى ممكن بيه الاكس راي. طالما انتوا واخدين الاكس راي لازم نعمل شيست وابدومن علشان نشوف ايه؟ ايوه لو كان في الاير ديستريبيوشن في الابدومن كويس
يبقى اذا هو مش حصل هيرنيشن، يبقى ده كونجنتال ادينوماتوين حاجه في اللنج بس. لو كان في ديستربنسي او بازلس او ديستربنس في الديستريبيوشن في الابدومينال جاز، يبقى ده ايه حاجه هيرنيا وطالعه، يبقى ده كونجنتال ديفراجماتيك هيرنيا. بعد كده بتطلع السي تي وبتشخص بقى الكونفيرم الدياجنوستس بتاعها، يبقى لا دي مش دي خالص، دي مش كونجنتال ادينوماتوين خالص، هي انفيزيما. اه كونجنتال انفيزيما بس بنسميها كونجنتال ايه لوبر انفيزيما. اي انت شفتوا الاكس راي؟ للاسف مش عارفه اجيبها تاني، بس شفتوها الاكس راي فيها الاكسايد في ساين كده في بريدج رايح للناحيه الثانيه، في بريدج كده تلاقي ان هو رايح للناحيه الثانيه كوبري، دي كاركترستيك ليها، كان الرايت لانج راحت ناحيه شويه. ايوه هي طبعا عامله برده، شفت الموديساينم كله، بس في من اللانج نفسها الكوبري بتاع، هتلاقي ان هو في كوبري كده. ايوه طب ده له فاليو ان انا اعمل برونكوسكوب؟ كان السؤال الثاني قال لك ان هو هل البرونكوسكوب فيه فاليو له فاليو؟ هنا مفيش فاليو، هي ايه العلاج بتاعها؟ نعملها سيرجيكال ريموفال. ايوه هي دي بقى، شوف شايف، بصي بقى شوفي هو معامل عليها بالاسهم، هو من غير انا مشاور، ده الكونجنتال لوبر انفيزيما. هي كومن على فكره على ليفت سايد، هو جابها على الرايت سايد، العيان اللي احنا شفناه كان على الرايت سايد، بس لما اقول حاجه كومن مش معنى كده ان هي اما تجي لي حاجه ليست كومن اقول لا استبعدها، لكن بقول الكومن على ليفت سايد، هنشوف دلوقتي الكومنست ايه يعني، لكن هي جايه على الرايت خلاص ماشي، دي على الليفت سايد اهي، وشايفين البريدج بنسميها بريدج زي الكوبري، كان اللانج معديه كده من الناحيه دي للناحيه الثانيه، دي اهم حاجه فيها، انت عامله كده بريدج كوبري ديت، يعني تحفظوها صم خلاص، يبقى دي كونجنتال لوبر انفيزيما، كونجنتال لوبر انفيزيما. طب احنا لو بصينا على الحاله دي، معلش كده، ده انفانت جاي لي، الكيس مكتوبه اهي انفانت كيس، انفانت ويز ريسبيراتوري ديستريس ايميديتلي بوست نيتال، نازل لي كده الطفل ايميديتلي بوست نيتال، لقيته كده، عملت الاكس راي بتاعته لقيتها بالمنظر ده. بعد يومين الانفانت ويز ريسبيراتوري ديستريس سينس بيرث، بقى عمره يومين وريسبيرتي ديستريس سينس بيرث، والاكس راي بتاعته كده، هو نفس الطفل، عملتها ساعه ما اتولد كان في ريسبيرتي ديستريس. دي بيعمل لي ايه؟ ان سواء السي تي في حالات ثانيه يعني، او في السي تي او الاكس راي او السي تي او كده، لو عملتها في الاول ممكن تطلع لي حاجه او تكون نورمال، او تطلع لي حاجه لسه مش لازم اعملها، اشوف يعني كل حاجه اكررها ثاني ونشوف بعد قد ايه، هتبع اكوردنج لايه؟ للكيس بتاعتي. هو هنا عملها لا في الريسبيرتي ايه؟ والصوره الثانيه هو نفس البيبي، ده كان منظره كده وده، بس احفظوه عشان مش هعرف اقلب ثاني، طالما بقى ده تسجيل ما بعرفش اقلب، ما ينفعش اقلب. هو الثانيه زي الانزيم. ايوه كده مش نافع يقلب. الثانيه هي بعد يومين، هو نفس الطفل بعد يومين، وكان ريسبيرتي ديستريس لسه سينس بيرس من اول ما اتولد. دي خمسه مطلعه بركات. يبقى الحاله دي يا دكتور محمد، الحاله ديت مولوده بريسبيراتوري ديستريس ايميديتلي بوست نيتال، كانت الصوره بتاعتها كده بعد يومين، وكان لسه ما زال ريسبيراتوري ديستريس سينس بيرس، وبعمره يومين لقيت المنظر بتاعها كده. شايفين الفرق بين الصورتين؟ هو نفس الطفل، ده ايميديتلي افتر بيرس، وده بعد يومين بعد شويه، وما زال ريسبيراتوري ديستريس. بصيت على الصوره قوي دكتور محمد، شايف هنا مش انت ليماتوسيل وفرقعت؟ ده ايه؟ ليماتوسيل وفرقعت؟ ليماتوسيل وفرقعت؟ فرقعت فين بقى؟ يعني كانت الاول فين الليماتوسيل؟ هو اول مولود كان ليماتوسيل، وبعد كده فرقع بقى الصوره الثانيه بعد يومين؟ فين الليماتوسيل؟ هو انت عارف هو محدد لك حدودها بالاسهم الحمراء، حاجه بيضاء، مش انت شايف هنا ايه؟ بياض ولا سواد؟ الحمراء هو محدد الليجن، هو نفس الليجن اللي جه في هو كان على الليفت سايد، هو نفس البيبي على فكره، بس ده بعد يومين،
عشان بقول ايه ان احنا نعيد الاشعه تاني حتى لو لقينا ان هي سواء فيها حاجه معينه او حتى نورمال سواء سي تي او كده ما ناخدش بها من الاول من يعني من بدايه الترومه حتى لو هو جاي دلوقتي بترومه او وقع وعملت سي تي طلع كويس ايا كان عمره بقى يعني برضو ده نوت اوكسكلود يبقى اعملها بعد شويه فده طيب بس انت شايف يا دكتور محمد ال في في ايه في في في, في الاشعه الثانيه دي اللي هي السودا دي يا في هايبر انفليشن فيها اه فيها هايبر انفليشن شايف ان هي جايه شايف ان دي عامله زي هي مش عارفه اشوف هنا اشاور هنا على شايف الحته دي دكتور محمد لان مش انا الاشعه اللي كان فيها السهم مش عارفه اجيبها ثاني مش عارفه اقلبها شايف ده شايف ده شايف السواد ده جاي ايه يعني الكورجد على هي في الليفت سايد وانكورجد على الاذر سايد زي الكوبري زي البريدج انكورجد عليها يبقى دي الحاله دي كونجنتال لوبر انفيزيما طيب دي ماشي اوكي ان هي اللي يشوفها يقول كونجنتال لوبر انفيزيما طب دي ايه حكايتها دي هو نفس الطفل هنشوف دلوقتي ايه الحاله دي initial postnatal x-ray demonstrate a solid appearing mass solid mass يعني حاجة in the left upper chest اللي هي red RSD with mass effect and shift of the mediastinum على الأثر السادة اللي هي اليورو السادة المديستينم جاي لإيه شوف الهارت جاي للناحية التانية اللي هي اليولو up at this point the congenital lobar emphysema is filled with fluid and thus mimic a solid mass هو كان لسه مولود في اللحظة دي كانت الكونجنتال لوبر انفيزيما دي مليانة بفلويد بالسكريشن بفلويد عشان كده ظهرت لي بيضة as a solid mass بالمنظر ده ما ظهرتش بالمنظر اللي هو الكلاسيك اللي هو المعروف اللي هو ده اللي بيشخص يعني اللي هي اللي احنا شفنا عليها اللي هي البريدج ده عرفتوا بقى ده تفسيرها ايه؟ اللي هو الأول كان فيه فلويد بعد كده حصل له absorption لما حصل له ابزوربشن بدات تظهر لي الكلاسيكال بيكشر او التيبيكال بيكشر اوف ايه اوف كونجنتال لوبر انفيزيما this is more difficult case because it doesn't look like typical hyperlucence اللي هو الكونجنتال لوبر انفيزيما remember that الكونجنتال لوبر انفيزيما is more opaque in the initial period due to the retention of fetal pulmonary fluid يبقى في الفتره الاولانيه هنلاقي ان هي زي السوليد ماس كده نعملها بعد كده نشوف يعني ما اقولش بس ان دي سوليد بلاس دي نيومونيا دي ماشي همشي عليها لحد ما اعملها تاني يوم او بعدها كده لو انا شاكه في لسه ريسبيرت ستريس ونوت ريسبوند هعملها تاني لو ظهر لي بقى الكلاسيكال بيكتشر تبقى دي كونجنتال لوبر انفيزيما وبالسي تي احنا جبناها اهو بكل الايه بالسي تي بالبلين اكس ري وبالسي تي شايفه هذا سي تي شيست في الطفل اللي عنده يومين ذا فلويد هاز بين ابزوربد بعد ما امتص الفلويد في يوم طبعا هيكون خلاص الفلويد اللي بالسكريشن حصل لها ابزوربشن and the left upper lobe is shown by hyperinflated resulting in mass effect and the shift of the mediastinum هو طبعا هو محدد عليها كده اهو يبقى ده الكونجنتال لوبر انفيزيما وبرده جاي على من الليفت على الرايت وعامله لي شيفت للمديستينم الهارت الناحيه دي الكونجنتال ليبر انفيزيما بقى لو اتكلمنا عنها دي رير ريسبيراتوري ديس اوردر ان ويتش كان انتر ذا لانج ان ويتش الاير كان انتر ذا لانج بات كان نوت اسكيب بيدخل اللانج وما يقدرش ايه ما يقدرش ان هو يخرج كوزنج اوفر انفليشن هايبر انفليشن اوف ذا بي اوف ذا لوبز اوف ذا لانج ذات كوز اير ترابنج ويز كومبريشن اوف ذا سراوندنج كومبريشن ايه السراوندنج تيشو ات از موست اوفن ديتكتد ان نيو بورن اور يانج انفانت بنشوفها في النيو بورن او اللانج اليانج انفانت بات سام كيسز دازنت بيكم ابيرنت انتل ادلتهود كل حاجه بتبقى لو ما بانتش وقت البيرث تبع السيفيرتي بتاعتها والديجري بتاعتها فممكن رير يعني ان هي تستنى الادلت طبعا ده حاجه رير قوي ان هي تولد الادلت موست كومن ان ذا ليفت ار كومن ايه ان ذا ليفت ابر زي ما شفناها والرايت ميدل الرايت ميدل اند ابر رايت احنا شفنا اول حاله كانت ابر رايت صح؟
الحاله خالص اللي جايه في الامتحان في اول امتحان في اول كيس اتكلمنا عنها كانت في الرايت سايد، كانت في الرايت سايد. يبقى هي الترتيب بتاعها مست كومن في الليفت ابر، بعد كده الرايت ميدل والرايت ابر. يوجوالي التام بلو فوليوم فنتيليشن، يبقى بالنسبه للسيدنج يبقى لو فوليوم فنتيليشن سام تايمز سيلكتيف انتوبيشن اوف ذا برونكس ماي ريكواير سيرجيكال ريسكشن. يبقى البرونكوسكوب ملوش رول، عشان هو كان بيسال في السؤال في الامتحان هل البرونكوسكوب له رول؟ لا، احنا بنعمله ايه بقى؟ بسيرجيكال ريموفال. ودي طبعا الهيستولوجي بتاعها، وده هي شكلها، هي تيبيكال اهي بريدج انكورجت اكيد على يعني. ماشي، ده كده.